Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Hope you are doing well and staying safe. On behalf of all participating student chapters, I would like to welcome you all on our event about LNG. My name is Mohammed Zakaria from the Organization Committee at SBL Azhar, and I'll be your moderator for today. Today's session will be presented to us by Engineer Sayed Amer. Engineer Sayed Amer is a senior petroleum and natural gas engineer. He worked for national and multinational oil and gas companies in the field of upstream and downstream operations, as well as deliver petroleum engineering courses for many students around the world, KSA, Iraq, Kuwait, UAE, and Egypt, and deliver natural gas process engineering course for Al-Azhar University for 2021 and the 2022 semesters in a branch. Engineer Sayed Amer started his career at 2012 as a field engineer with Weather Drilling International, then joined Suez Oil Company as a petroleum production engineer till 2018. After that, started as a well completion and intervention engineer at the Sook Oil Company till 2020. Currently, he is a senior petroleum engineer at Engineering and Special Project Department at Petrologistics Company, KSA. Before we begin, I would like to remind you that if you have any questions, you can drop them in the chat box below. And if you want to speak with the instructor, you can click on the raise hand button and we will unmute the microphone for you. And finally, we'll send an attendance and feedback form in the chat box. Make sure to fill it. And now let's begin with the afternoon. Engineer Sayed, we are honored to have you here with us today. The mic is yours. شكرا جزيلا يا هندسة. السلام عليكم جميعا يا شباب. شكرا جزيلا على المقدمة الجميلة دي يا هندسة. يعني حاجة بروفيشنال جدا بصراحة. ان شاء الله احنا يعني خلاص ما فيش مقدمه بعد الباكمهندس سعيد والدنيا يعني اكتر من جميله فعلا. ان شاء الله النهارده احنا هنتكلم في كورس ال NG، واحد من الكورسات المهمه جدا واللي هنبدا نسمع عنها كتير جدا الفتره اللي جايه، ويمكن حاليا هي اللي بتلعب يعني دور الماستر في عمليات نقل الغاز الطبيعي، خصوصا في الأماكن زي ما احنا عارفين المشاكل اللي حصلت ما بين واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم روسيا ومنعها لتصدير الغاز لأوروبا، فبدأ العالم كله يدور على أي طريقة تانية لنقل الغاز الطبيعي وما نبقاش ملتزمين بس بنقل الغاز عن طريق بايبلاين نتيجة المشاكل الكتير اللي بتبقى مواجهة للبايبلاين، حتى وإن كانت هي الموست ايكونوميك واي للناتشرال غاز ترانسبورتيشن، لكن في كل الحالات النهارده ال NG بيلعب دور كبير جدا. في اللي عنده ال NG فهو بيقدر ان هو يتحكم في كل يعني في اقوى تجاره في العالم، وهي تجاره الطاقه او الناتشرال جاز ترانسبورتيشن والانرجي اللي اقدر اخدها من الناتشرال جاز. طبعا الكورس قبل ما نقول اي حاجه، كورس المفروض ان هو ليه يعني ده المفروض ان هو ادفانسد كورس في الناتشرال جاز بروسيس، فاكيد لي بري ريكويزيت كورسز زي الناتشرال جاز بروسيسنج، زي ال بي جي، زي الناتشرال جاز ليكويد ريكفري. دي كلها كورسات المفروض ان حضرتك تكون اكتستها الاول قبل ما تبدا ان انت تفكر ان انت تدرس ال ان جي. هندسه الصوت كلير بالنسبه للناس ولا في اي مشكله الاول في الصوت؟ لا تمام، الصوت زي الفل. تمام، جميل جدا. ان شاء الله بس الفكره احنا كل نص ساعه هنقف لمده 5 دقائق. اي حد عنده اي سؤال في اي وقت يا ريت ان هو يسيبها لنا في الشات بوكس، وات ايفر السؤال ده عامل ازاي. ثانيا ان شاء الله كل نص ساعه هنقف لمده 5 دقائق نحل مع بعض الاسئله اللي انتم اتكلمتوا فيها او نعمل ديسكشن فيها. اي حد عنده سؤال في الوقت ده يقدر ان هو يريز هاند، وان شاء الله نقدر ان احنا نتواصل مع بعض كل نص ساعه بحيث ان هو ما يبقاش نسي السؤال اللي هو عاوزه، وفي نفس الوقت نكون خرجنا بره جو ان انت بتسمعني بس، فيبقى الموضوع يعني ممل. انا عارف الكورسات الاونلاين بتكون ازاي. طيب الاول في عندنا الثلاث كتب دول، هم يعني خلينا نقول هم المايسترو في ال NG، من الاسهل الى الاكثر قوه، يعني مش هقول تعقيدا ولا حاجه. لكن عندنا كتاب ال NG نون تكنيكال جايد، ده كتاب بيشرح ال NG كلام كده، عارف كانك بتشرح لواحد خريج كليه اداب مثلا، بتشرح له الموضوع بس بشكل سلس كانك كاتب كلام في ورقه وبتخليه يقراه بدون التطرق للانجينيرنج دروينج، الانجينيرنج كالكوليشن، التفاصيل الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها. لكن هيحكي لك ال NG كقصه، فهو كتاب محترم جدا. حضرتك لو عملت سكان بس للكود اللي هنا ده او الباركود اللي هنا ده، حضرتك هتقدر انت توصل للينك الداونلود بتاعه.
الكتاب الثاني وهو المحبب لقلبي دايما في الناتشرال جاس بروسيس، وهو فاندمنتال اوف ناتشرال جاس بروسيسنج. كتاب اكثر من رائع، بيتكلم في كل مراحل الناتشرال جاس بروسيس. يعني لو بتعمل رساله دكتوراه فتقدر تعتمد على الكتاب اللي اسمه فاندمنتال، كتاب محترم جدا جدا. الكتاب الاخير هو كتاب الادفانسد ليفل في ال ان جي بروسيسنج، او عمليات تحويل الغاز لسائل، وهو كتاب هاند بوك اوف ليكويفايد ناتشرال جاز. حضرتك برضه وانس ان انت عملت، لو انتوا لاحظتوا على فكره هتلاقوا معظم الكتب دي اللي كتبها ناس عرب حتى وان كان بالانجلش، لكن الكتب دي هتلاقيها بتدي لك يعني ثقه جامد جدا في البروسيسنج او في ال ان جي عموما. طيب بدايه قبل ما نبدا نتطرق لل ان جي، خلينا نتكلم شويه بس عن الاندستري بتاعت ال ان جي، وعن التفاصيل المهمه اللي بدات انها تظهر في السنين الجديده اللي احنا فيها دي. بدايه خليني اقول لك خبر صادم جدا، وهو ان الغاز الطبيعي ده من قبل الخمسينات 1950 الغاز ده كان حاجه مهمله تماما وكانت بتتحرق. وانس ان الغاز ده طلع لك على السيرفس كان دايما بيبقى ابار مصاحبه غاز مصاحب للزيت، او بنسميه الاسوشيتد ناتشرال جاز. وكان في الوقت ده الغاز ملوش قيمه كبيره، فكان بيبدا ان هو يحرق الغاز ده على طول، ما بيفكرش هو هيعمل بايب لاين ليه. هو عنده بيت ظهر في الصحراء، يروح يحط تانك جنبه سيبريتور وتانك، ويبدا ان هو الغاز اللي بيطلع مصاحب للزيت ده يبدا ان هو يحط فلير ويولع الغاز ده بسرعه، والليكويد اللي بيتجمع ده يحطه في تانكات، وكل فتره اول ما التانك يتملي يبدا ان هو يبعت رقه او عربيه تبدا انها تشيل الليكويد ده وتنقله للريفاينريز. فكان بالنسبه لنا الغاز ده كان عباره عن باي برودكت ملوش اي قيمه، مجرد نوع حاجه كده انا بحرقها ملوش اي اهميه. طيب تعال نشوف العالم اصلا النهارده بقى، بعد ما قلت لك ان كان بيحرق الغاز، تعال ما اقول لك النهارده بقى الغاز ده بقى بيلعب دور عامل ازاي. خلينا نقول ان اول حاجه الغاز هو اللي لونه الازرق، اللي هو اللي هو البلو الفاتح قوي ده. شوف كده حضرتك اكبر ثلاث مصادر حاليا النهارده العالم كله بيعتمد عليهم، وما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك هنتحول للطاقه الكهربائيه وهنتحول للطاقه الهيدروجين انرجي، وانسى الكلام ده تماما دلوقتي. يعني ممكن الجيل بتاعنا ده اللي بيسمعني دلوقتي ده ممكن ما يشوفش الكلام ده اصلا، وحتى وان كان هيدخل الصناعه دي بتدخل بقوه، لكن ما زال اللي عنده النهارده غاز وفحم وجاز سوري جاس واويل وفحم، فهو النهارده مسيطر على العالم كله. طيب النهارده الغاز هو المصدر الثالث. لو حضرتك كده جيت تبص على الاويل اللي هو لونه الجراي، اللون اللي هو البلو الفاتح شويه ده، هو ده الغاز. بص كده حضرتك لو بتلاحظ الفجوه بتوسع كل شويه كل شويه، الاريا بتاعت دخول الغاز في الصناعه بتزيد جدا. تمام، لكن خلينا نشوف مثلا النيوكلير انرجي ثابته ما بتتغيرش، ثابته تقريبا. اللون الاصفر ده السيكنس بتاعه ما بيتغيرش لفترات طويله جدا من السبعينات، مع المشاكل الكبيره اللي هو اثر بيها على الكون زي تشيرنوبلز والحاجات اللي عملت كوارث عالميه لحد النهارده العالم بيعاني منها. الهايدرو انرجي على عيني وراسي يخلي اثيوبيا تبني السد، لكن ما زلنا كله كلام فارغ في النهايه، ولا بيأثر كميه الطاقه اللي بناخدها منه ولا حاجه مقارنه بالزيت والغاز والفحم. الفحم اللي العالم كله النهارده بيقول مش عاوزين نشتغل بالفحم. بص كده حضرتك احنا بنتكلم في الالفينات اهو، شوف كده الزياده في استهلاك العالم من الفحم. الموضوع مش هيخلص يا شباب، فخلينا ما نضحكش على بعض، يعني ما نقولش ان الغاز ده هيندثر والاويل اند جاز هيخلص، لا 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 انسى الكلام ده دلوقتي خالص، ما تفكرش في الموضوع ده. طيب استهلاك العالم زي ما اتفقنا في معظم الطاقات بيقل، يعني الاويل بيقل واحده بواحده، العالم بيبدا ان هو يقلل استخدامه للاويل ويبدا يتجه للغاز. الغاز ترند عامل بيطلع باستمرار، والاويل عمال بينزل. الفحم عارف متردد، اللي هو يطلع شويه لا احنا هنلتزم بقوانين البيئه، يرجع يطلع تاني وهكذا، عمال بيطلع وينزل. لكن مازال اللي انا عاوز اقوله لك هنا ان الغاز دايما في ترند صعود، الاويل دايما في ترند النزول، سبب اسعاره ونقله والطاقه اللي باخدها منه. انا اقدر اخدها من طاقه نظيفه زي الغاز، فاقدر ان انا يعني اوصل لانرجي محترم جدا. احنا تقريبا هنا في الكلام ده كان في 2015، خلينا كده النهارده نشوف هنلاقي الموضوع فعلا هو ده اللي بيتحقق. طيب مجرد معلومات سريعه جدا، احنا عندنا تقريبا 10 دول في العالم يا شباب بيسيطروا على اكثر من 70% من التوتال برودكشن للناتشرال جاز، يعني اللارجست بروديوسر في العالم اللي هي امريكا وروسيا وايران والصين وقطر، دول اكبر الدول المنتجه للناتشرال جاز.
تمام. الكلام ده في 21، يعني ده احصائيه جديده جدا. منهم تقريبا امريكا وروسيا هم المسيطرين على انتاج الغاز الطبيعي في العالم. امريكا النهارده بتبدا انها تاخد الغاز الطبيعي كل ما سعره بينزل بتبدا انها تاخده وتعمل له عمليه اندر جراوند انجكشن، تحقنه في الارض بحيث انها تفضل مخزناه لفترات طويله، لان احنا عندنا مشكله في الغاز ان هو ما بيتخزنش. وانس ان حضرتك عملت بروديوس للغاز لا تحرقه لا تستهلكه، مفيش ليه عمليه تخزين. انا النهارده هبدا ان انا اقول لك لا، احنا نقدر نخزن الغاز الطبيعي، والغاز نقدر ان احنا نخزنه بشكل معين وهو عمليه تحويل الغاز ده لسائل، فنقدر ان احنا نقلل حجمه، نضمن الطاقه الحراريه الموجوده فيه، ونقدر ان احنا نخزنه لفترات طويله. طيب اكبر، احنا اتكلمنا في اكبر الدول المنتجه للغاز، خلينا نتكلم في اكبر الشركات. طبعا بلا منازع سعودي ارامكو هي الشركه الاكبر في العالم في انتاج الغاز. الريفينيو بتاعها ما شاء الله حاجه عملاقه، يعني تحتها يعني بص كده ما بين 1979 مليار دولار تقريبا او بليون، الى اكسون موبيل الشركه الثانيه اللي تحتها اللي هي تقريبا اقل من تقريبا من كام، ولا واحد على عشرة حتى يعني. فاكسون موبيل، شيفرون، شيل، بترو تشاينا، جاز بروم، توتال انرجيز، كونكو فيليبس، بي بي، روزنفيت، كل دي اسامي شركات عملاقه جدا يا شباب، هي دي اللي بتسيطر على الناتشرال جاز اندستري في العالم. تمام. طيب اتكلمنا عن اكبر الدول، اكبر الشركات، تعال نتكلم على اكبر الحقول. حضرتك لو مهندس بترول او ناتشرال جاز انجينير، فمش طبيعي ان انت ما تبقاش عارف الاسامي دي او الاسامي دي تعدي عليك كده بسهوله. عندنا اكبر حقول الانتاج في العالم، اكبر الحقول انتاجا للغاز او الزيت في العالم، حقل غوار. غوار موجود في السعوديه، اكتشفوه في 1948، بدا الانتاج بتاعه في 1951 بانتاج قدر ب 3.8 مليون برميل بالداي. حضرتك احنا انتاج مصر على فكره 600,000 برميل، فده حقل غوار لوحده، مش هقول لك بقى السفنيه ولا يعني حقل غوار لوحده بينتج 3.8 مليون في المنطقه الشرقيه هنا في السعوديه. بنتكلم في 3.8 مليون برميل مقارنة بمصر 600,000 برميل من كل حقول انتاج في مصر بالباريل اول ايكويفلنت كمان، لو حد عارف يعني ايه باريل اول ايكويفلنت. طيب عندنا حقول تانية، عندنا حقول الكويت زي حقل برجان بينتج 1.7 مليون برميل. عندنا في ايران حقول، وعندنا في ابو ظبي، يعني في اسامي كده مش عارف اقولها، لكن في عندك ابر زكوم مثلا في ابو ظبي، عندنا في كمان اي حاجه ايران مش عارف اقراها للاسف. في عندنا الاسامي القويه زي السفنيه في الاخر خالص ما بين السعوديه وما بين الكويت. كل دي اسامي حقول يا شباب اول ما حضرتك بتسمع عنها كده او بتشوفها في ريبورت او في مقاله ولا حاجه، فاعرف ان انت بتتكلم عن حاجه ضخمه جدا، ضخمه اكتر من اللي احنا درسناه واللي احنا بنشوفه النهارده. طيب اتكلمنا كده نظره سريعه جدا عن الاويل اند جاز اندستري، خلينا نبدا ان احنا نتكلم شويه على الاسعار بتاعه الغاز. ايه اللي بيرفع الاسعار وبينزلها، وازاي ان انا بحسب اصلا السعر، والفرق ما بين الاسعار دي بيختلف وبيزيد ديبند على شباب اي سؤال، فيصدقوني انا متشوق ان انا اسمع لاي حد عاوز يقول اي حاجه. طيب الناتشرال جاز برايسز يا شباب زي ما اتفقنا هو طاقه، والطاقه دايما عصايه في ايد اي حد عاوز ان هو يسيطر على العالم. بتبدا انها تتغير بسهوله جدا مع تغيرات السياسه والمشاكل الاقتصاديه والمشاكل السياسيه والحروب والكلام ده. فلو جينا نبص من 1970 من بدايه اكتشاف الاويل اند جاز في المنطقه بتاعتنا على سبيل المثال في الشرق، في الشرق الاوسط، المونوبلاي، لا انا مش عارف يعني ايه مونوبلاي والله يا هندسه لو توضحها لي بس. بدايه من مشاكل كتيره جدا لعبت دور اساسي في اسعار الاويل اند جاز. فحضرتك كل ما ما هتلاقي بيك هنا من البيكات الموجوده دي، هتلاقي مثلا الاسعار زادت جدا في التسعينات عشان بسبب حرب العراق والكويت. في مش عارف فصل اللي هو الكولد وينتر في اوروبا خلى الاسعار عليت، كانت قليله وبعدين زادت. في مشاكل ما بين حرب العراق، الاسعار بدات انها تزيد. 11 سبتمبر نزلت الاسعار جدا. مش الاتاك اللي حصل في السعوديه ما بين السعوديه والعراق، سعودي اريبيا، ترابل العراق ونيجيريا، مشاكل بدات من الاسعار تطلع بصوره كبيره جدا. ف
فحضرتك كل بيكا من البيكات اللي انت شايفها دي اللي خلت سعر البترول في السبعينات كان ب 10 دولار للبرميل، ووصل في يوم من الايام ل 140 دولار للبرميل في 2007، وفجأة حصل ضروب كبير جدا. انت متخيل الاسعار تنزل من 140 دولار لاراوند ال 50 دولار؟ فالموضوع اللي بيلعب فيه او اللي بيتحكم فيه هو العمليات السياسية والمشاكل الاقتصادية اللي بتحصل ما بين البلاد. طيب انت ليه بتقول لي الحاجات التاريخية دي؟ لو سمحت كلمني عن امبارح واول امبارح، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز كان اراوند ال 3000 دولار، يعني كانت الشركات بتبيعه ما بين 2500، ومصر لما يعني اتمعظمت قوي وكانت بتصدر او بتستورد، في مشكلة كده كانت حصلت، كان سعر المليون وحدة حرارية بيوصل ل تقريبا 5000 دولار. احنا في وقت من الاوقات الاسعار دي بعد حرب اوكرانيا وصلت لحد 10000 دولار للمليون وحده حراريه، يعني حضرتك بنبيع مليون قدم غاز ب 10000 دولار، وده رقم مش قليل، ده رقم كبير جدا 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 وما تسجلش في سنين فاتت. اسعار النفط نفسها واسعار برميل البترول وصلت لحد 140 دولار. كل ده اللي كان بيتحكم فيه هو الحروب، المشاكل السياسية، المشاكل الاقتصادية. دولة كبيرة زي روسيا لما تكون هي المصدر الأكبر للغاز وفجأة يحصل حرب أو يحصل عندها مشكلة، خلاص اقفل الحنفية اللي بتنتج غاز. إيه اللي حصل؟ خلاص كل الناس بتحاول إنها تدور على غاز ومش موجود، العرض مش موجود في السوق والطلب كبير جدا، فتبدأ الأسعار ترتفع بجنون زي ما حصل. طيب الغاز زي ما انت سمعت من شوية لما ببيعه ما بيتباعش بالقيمة الحرارية بالكمية بتاعته، وهنعرف ليه دلوقتي ليه ما ببيعوش بالكميه. هتسمعني كتير جدا بقول لك السكف او الستاندرد كوبيك فيت بير داي او الستاندرد كوبيك فيت، ده معناه حجم كميه من الغاز. هو ده اللي احنا بنتعامل بيه في الفوليوم او حسابات الكميات، بنقول ان احنا والله عندي ستاندرد كوبيك فيت، او لو حطيت قبلها ام فبقول عليها 1000 سكف اللي هو 1000، ولو حطيت 2 ام فاقول عليها مليون. فحضرتك ممكن ان احنا نقول ام ام سي اف، فمعناها ان انا كده الام من دي بثلاث اصفار، فحضرتك لما تبقى ام ام يبقى احنا كده بنتكلم في 1 مليون 1000 1000. لو حطيت بي فهي بقت بليون كوبيك فيت او تريليون لو احنا بنتكلم في احتياطيات والحاجات دي. طيب وده جدول تحويل صغير كده، مجرد ان هو هيعمل لك جايدنس بس الفرق ما بين ستاندرد كوبيك فيت او الالف سكاف او المليون سكاف او الستاندرد كوبيك متر او الوحدات دي كلها، حضرتك تبدا ان انت تبقى فاميليار بيها وتبدا تقدر انت تحول الكميات دي. زي ما اتفقنا الغاز ما بيتباعش بالكميه، الغاز بيتباع بالمحتوى الحراري. يعني حضرتك ممكن يبقى في بيرين غاز، البير الاول سعر المليون قدم منه ب 3000 دولار، وفي بير تاني بينتج المليون قدم منه ب 10000 دولار. الفرق ما بينهم ببساطه جدا هل هو المحتوى الحراري اللي اقدر اخدها من الغاز. الغاز في أسوأ حالاته لو أنا بنتج يعني أي حاجة سيئة جدا، يعني فحضرتك اللي أنا هنتجه ده المحتوى الحراري بتاعه ما بيقلش عن 950، مستحيل، يعني ده اللور ليميت بتاع البي تي يو بتاع الميثين بيكون ما بيقلش عن 950. طيب فالوحدة الحرارية أو البريتس ثيرمال يونت دي هي كمية الحرارة اللي أنا أقدر إن أنا أخدها من عود كبريت ولعته. ببساطة جدا هو ده الواحد بي تي يو بيكافئ تقريبا كمية الحرارة اللي أقدر إن أنا أخدها من عود كبريت مشتعل. طبعا ده الكلام اللي بيننا وبين بعض، كلام الكتب أو الكلام الحقيقي بقى فعلا اللي هو الكلام العلمي بيقول إن هي كمية الحرارة اللي أقدر أرفع بيها درجة حرارة نص كيلو جرام من المية درجة واحدة فهرنهايت. فحضرتك لما أخد الغاز منك هولعه، الحريق او الحراره اللي طالعه منه دي بتمثل الحراره المختزنه جواه، وهي دي انا وانا بشتري الغاز ما ببقاش بشتريه عشان ان انا اشربه او اكله، انا ببقى بشتريه عشان ان انا احرقه، واخد منه كميات من الطاقه، الكميات دي هي اللي انا بقول عليها البريتش ثيرمال يونت او البي تي يو. طيب البي تي يو هي وحده صغيره جدا، حضرتك انا لما اكون بكلمك بقى على مليون قدم من الغاز، فالمليون ادم ده بيبقى فيهم كميه اعلى بكتير جدا من البي تي يوز. فاحنا بنشتري الغاز انا بقول لك بشتري البي تي يو بكام دولار، وبالتالي ابقى عارف ان المليون ادم اللي انت بتديهولي اشوف بيحتوي على كام مليون بي تي يو،
والكم مليون بي تي يو دول اقول لك سعرهم بيكون قد ايه. طيب تعال نشوف ببساطه ليه اصلا احنا بنتعامل مع الغاز مش بالفوليوم، ليه مش زي الزيت. الزيت انا بقول لك البرميل سعره $100، خلاص الموضوع كده معروف وخلصان. حتى وان كنا بنقيم الغاز على الاي بي اي والكلام ده، لكن في النهايه سعر البرميل كذا وخلاص، الموضوع بيكون ثابت وما فيهوش تغييرات كبيره. لكن الغاز كل شهر بتلاقي الغاز ليه سعر، ديبند على ايه؟ ديبند على المحتوى الحراري بتاعه. طيب ليه ما بعتمدش على الفوليوم؟ لان ببساطه جدا ان الغاز ده حاجه كومبريسابل، والكومبريسابل ده معناه ان الفوليوم بتاعه بيتغير مع تغير البريشر باستمرار. يعني انا دلوقتي لما اكون في بدايه الخط عندي 430 ادم مكعب بير مينت من الغاز، ده الفلوريت بتاعي. الخط الثاني نفس الفكره. طيب بعد شويه لو ده ليكويد، خلينا نتكلم الاول في حاله الليكويد، عندي 430 متر مكعب او ادم مكعب بير مينت من الليكويد ماشيين في خط، عند ضغط 250 بي اس اي هيفضلوا زي ما هم 430. حصل دروب في البريشر، حصل دروب في التمبريتشر، المسافه طولت، في النهايه حضرتك في نهايه الخط هيوصل لك 430 ادم مكعب بير مينت. وده معنى ايه؟ معنى ان ماتيريال بالانس، الداخل بيساوي الخارج. في الغاز لا، في الغاز هيحصل اكسبانشن لو البريشر قل. حضرتك دخلت في بدايه الخط 430 ادم مكعب بير مينت، مشيوا عند 400 عند 250 بي اس اي، حصل دروب، حصل بريشر دروب، حصل الخط كان طويل، الضغط نزل من 250 ل 140 زي ما حصل فوق بالظبط. في الفوليوم في النهايه للاسف هيزيد، هيبقى تقريبا الدبل، هيوصل ل 736. طب ايه السبب؟ السبب ان الغاز بيقدر ان هو يتمدد في اي مكان حضرتك بتسيبه فيه. لما كان الضغط عالي فكان كاتم على الجزيئات بتاع الغاز دي انها تفضل مرتبطه ببعضها. لما قللت الضغط ل 140 بدا يحصل اكسبانشن او تمدد للغاز ده، فبدا ان هو يتخذ نفس الحيز الجديد اللي هو بقى موجود فيه. فبالتالي مش هقدر ان انا ادي لك الغاز ده بالفوليوم، لان الفوليوم يبقى لازم ان انا احطه قصاده بريشر. طيب في نفس الوقت الغاز اللي انا بديهولك ده لو انا مليتهولك CO2 H2S وN2 وغازات كلها غازات خامله لا تساعد على الاشتعال اصلا وما باخدش منها اي بي تي يو، حضرتك ايه اللي انا عملته؟ انا بعت لك غاز هواء، انا جبت لك هواء كده وبعتهولك، انا مش بشتري هواء، انا بشتري غاز فليمبل قابل للاشتعال. فديبند على ان الغاز ده عشان ابيعه واشتريه وبيبقى سعره كبير وسعره قليل، انا عاوز اخد منه حراره. فكل ما يعني ما فرضت عليك ان انا اخد منك حراره عاليه، كل ما كان الغاز ده يبقى سعره افضل. طيب الاول لسه ما كملناش نص ساعه وهبص على الاسئله بعد دقايق. طيب النهارده في مصر لما الشركات، او مش في مصر، في العالم كله بدانا نتوجه لتوجه، انا عندي شركه، الشركه دي بتنتج غاز من احدى الحقول وزيت من حقول تانية، حقل واحد بينتج غاز وحقل وفي نفس الحقل بينتج زيت وكوندنسيت. في النهايه انا كدوله لما احب ان انا اعلن انا بنتج كام برميل او بنتج كميه طاقه قد ايه، فبدانا نتجه الى مصطلح اسمه الباريل اوف اويل ايكويفالنت او البي او اي. الباريل اوف اويل ايكويفالنت ده يا شباب ببساطه جدا هو ان انا هحول، انا عندي بنتج 10,000 برميل زيت اوكي، وبنتج 50,000 ادم مكعب من 50,000 ايه؟ 5 مليون ادم مكعب من الزيت من الغاز. حضرتك عشان ان انا اعلن للجماهير وللعالم انا بنتج قد ايه، فانا هحول كل اللي عندي ده لوحدات طاقه. فهقول ان الغاز بتاعي ده كل 6,000 ادم مكعب من الغاز بيكافئ 1 برميل من الاويل ايكويفالنت، كل 6,000 كيوبيك فيت من الناتشرال جاز بايكويفالنت ل 1 باريل اوف اويل. equivalent بمعنى ايه تاني؟ بمعنى ان كميه الطاقه الحراريه اللي ممكن اخدها من احتراق 6,000 كيوبيك فيت من الغاز بتكافئ نفس الطاقه الحراريه اللي اقدر ان انا اخدها من حرق برميل من الزيت الخام. فبدانا ان احنا نعوض ونقول والله الشركه بتاعتي النهارده لو بتنتج 5 مليون ادم مكعب غاز و5,000 برميل من الزيت، خلاص احنا بننتج 10,000 باريل اويل equivalent. وبالتالي بقت هو ده المصطلح اللي احنا بنتعامل بيه. طيب خلينا ناخد اخر جزء في السكشن ده ونفتح النقاش شويه. ازاي ان انا بعمل استيميشن لسعر الغاز؟ لو انت سمعت ان في شركه بتنتج 100 مليون ادم مكعب من الغاز
فعاوزين نعرف ببساطة جدا تقريبا الشركة دي بتحقق ربح يومي قد ايه. ببساطة جدا انا عندي 1 ستاندرد كوبيك فيت من الغاز، كل قدم مكعب من الغاز بيحتوي على 1023 بي تي يو، خلينا نقول 1000 يعني بلاش ان احنا ايه نظبطها قوي كده، 1023 وحدة حرارية. كل قدم مكعب من الغاز لما بحرقه بيديني 1023 وحدة حرارية. طيب يعني لو عندي مليون قدم مكعب من الغاز هيبقى هو نفس البي تي يو ده في مليون، مظبوط؟ طيب لو قلت لك ان كل مليون وحدة حرارية سعرها 9 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ده سعر المليون وحدة حرارية، بتلاقيها كل يوم كده بورصة طالعة نازلة كل يوم، فوالله كل مليون وحدة حرارية سعرهم حوالي 9 دولار. طيب بالتالي المليون ستاندرد كوبيك فيت من الغاز هيبقى سعره حوالي هو التسعة دولار، الرقم ده مضروب في الألف تلاتة وعشرين هيديني حوالي 9258 دولار. طيب لو سعر المليون النهارده على سبيل المثال، خلينا نقول لو سعر المليون قدم مكعب من الغاز النهارده سعره 3 دولار 3000 دولار، فبالتالي برضه حضرتك تقدر ان انت تحسبها بسهوله جدا. لو حقل بينتج 250 مليون قدم مكعب، فهضرب ال 250 في سعر المليون الواحد اللي هو حوالي 9258، فبالتالي هو ده الربح اللي شركه ممكن انها تربحه في يوم واحد من السعر اللي احنا بنتكلم فيه. طيب خلونا نبص على الاسئله بسرعه. المونوبولي ده هندسه المفروض انه بوليمر صح؟ مونوبولي احنا بنتكلم كده في بوليمرات تقريبا. طيب لو في اي سؤال ولا اي حاجه فالاول خلينا نناقش اي حاجه لو حد حابب الاحتكار. لا 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 انت كده بعدت عني تماما. الاحتكار ايه علاقته طيب بالغاز؟ لو انت حابب انت نفتح المايك او التريز هاند لو حابب انت تناقش حاجه قول. الفي ار يو هنشرحها حالا يا هندسه، جايه كده كده في طريقنا النهارده ان شاء الله. طيب خلونا طيب نكمل عشان نلحق ان احنا ناخد اكبر قدر ممكن من المحاضرتين دول لان الموضوع كبير على انه يكون في يومين. طيب الناتشرال جاس تريدنج بقى يا شباب، ازاي الدول بتبدا انها تبيع وتشتري الغاز ده بينها وبين بعض؟ زي ما اتفقنا للاسف الشديد في ناس لحد النهارده، العراق على سبيل المثال من اكبر الدول في العالم في حرق الغاز، تحرق الغاز بشكل بشع. بعيدا خالص بقى عن كلام البيئه والكلام اللي يعني على جنب تماما، لكن حرق الغاز حضرتك بتحرق طاقه، حضرتك لما بتحرق مليون وحده حراريه من مليون قدم مكعب من الغاز، وده مش رقم كبير على فكره، المليون قدم دول لما بتحرقوا حضرتك ضيعت 10000 دولار كده حرقتهم في الهواء. ما بالك بقى بتلوث البيئه، بالمشاكل اللي البيئه هتعملها لك، بالانسيف اكت والانسيف كونديشن وكل الهازارد اللي هتكون موجوده دي، فكوارث، حضرتك بتحرق طاقه او بتحرق فلوس. فالغاز يطلع، شركة قارون كانت لحد مثلا في الألفينات لحد 2000 وشوية كانت بتاخد الغاز اللي بيطلع عندها بتحرقه في مصر. والسبب أنا مش هقدر أوفر بايب لاين يمشي لمسافة 50 كيلو ما بين البير وما بين البروسيس بلانت عشان إن هو ينقل الغاز، شوية الغاز الحقير اللي ملوش لازمة ده، كمية قليلة جدا، مش هقدر إن أنا آخد الغاز ده أنقله من مكان لمكان. أو مش هقدر إن أنا أنقله عبر الصحاري وأدفع بايب لاين كونستراكشن أسعارها بملايين الدولارات عشان إن أنا أنقل شوية غاز أسعارهم ولا حاجة. طيب النهارده هل هتقول نفس الكلام ده لما سعر المليون قدم وصل ل 9000 دولار؟ لا، الموضوع بقى اقتصاديا أعلى بكتير. البيئة بدأ يحصل فيها مشاكل كتيرة جدا بسبب حرق الغاز. ما بالك كمان لو في عندي H2S، يعني لو إحنا عندنا غاز وعادي جدا إن أنا أحرقه على الفلير وخلاص أنا ضميري ما فيش مشكلة إن أنا أحرق الغاز ده. طب لو في H2S شمه واحده منه هتبقى خلاص ده سايلنت كيلر، حضرتك مش هتكمل اصلا، مش هتلحق ان انت تخلص الشيفت بتاعك. فبدا يبقى فيه ريستريكشنز كتيره جدا وكونسترينز مش طبيعيه في حته الجاس فليرنج وعمليه ان انا يبقى عندي سهوله في عمليه الفليرنج. الموضوع مش بسيط زي ما قلت لك، دول كبيره جدا زي العراق بتحرق كميات غير طبيعيه من الناتشرال جاز. الايران ما فيش حد بيحاسبهم، في احنا عارف ما فيش اصلا قانون بيحكم عمليه الحرق اللي بتتم. الجزائر، ليبيا، عمان، السعوديه، مصر، يعني السعوديه ومصر تقريبا نفس كميه الحرق، ولو شايف الفرق الكبير جدا ما بين مثلا عمان والسعوديه ومصر ما بينهم وما بين العراق، لا الموضوع كبير جدا. فالموضوع
اكيد في خطه دلوقتي بتتعمل عشان كميات الطاقه الباهظه دي اللي بقت اسعارها مش بسيطه، لازم انها يعني يتحط لها قاعده. بص كده مثلا على اسرائيل، يعني ما فيش، ما اللي هم بياخدوا كل حته ما بيسيبوهاش حاجه، اعوذ بالله يعني. طيب وانس ان الاسعار بدات تزيد جدا يا شباب، فبدا البحث عن الطاقه، جنون البحث عن الطاقه، اسعار بعد ما كنا بنحرق الغاز، لا ده حضرتك النهارده بقى ب 10,000 دولار 7,000 دولار، فالموضوع بقى كبير. استثمار الغاز مشكلته ان حضرتك لازم توفري بايب لاين، ما عنديش طريقه تانيه انقل بيه الغاز الا البايب لاين، والبايب لاين دي فلوس ومشاكل اقتصاديه كبيره جدا. اي حدث ارهابي تلاقي واحد فجر لك الخط، اهلا وسهلا، عمليه التجاره وقفت. البايب لاين محتاج بايب لاين سعرها عالي جدا عشان تامن نقل حاجه خطيره زي الغاز. لكن الزيت لا، انا اقدر اخزنه في تنكات، اقدر انقله في تانكرز، اقدر انقله بايب لاين. البوسيبيليتي بتاعت عمليه نقل الليكويد اسهل بكتير جدا من نقل الغاز. فحضرتك تجاره الغاز صعبه، تجاره الزيت سهله جدا جدا. الشريك الاجنبي اللي بيدخل عندك البلد ويلاقي عندك حقل لانتاج الغاز بيبقى عارف ان هو بيخسر، حتى وان كان سعر الغاز عالي جدا. ليه؟ لان مش هيقدر يبيع الغاز ده للحكومه، الحكومه هتاخد منه الغاز بالسعر اللي هي عاوزاه، باتفاقيه ممكن تلعب فيها كل شويه حوارات، لكن ومعندوش بديل تاني، ما يقدرش يعمل حاجه في الغاز اللي هو بينتجه، لان هو بينتج غاز هيرميه على الشبكه القوميه، الانتاج بتاعه لازم هيطلع على الشبكه القوميه. لكن عارف لو لقى بيت زيت والحكومه ما ظبطتش الاسعار معاه، خلاص بسيطه، انا هاخد النسبه بتاعتي وهروح ابيعها في دوله تانيه، والدنيا بتبقى سهله جدا. بيقدر ان هو ياخد الكميات دي في تانكرز او في تانكات، الموضوع يبقى سهل جدا. الحل في مشاكل النقل والحرق هو تحويل الغاز ده لسائل، حاجه اقدر ان انا انقلها في براميل، في تنكات، في كونتينرات، المهم ان انا اقدر ان انا احوله. طريقه تانية، طالما عمليه النقل في الليكويد، طالما نقل الغاز صعب، خلاص خلينا ندور على طريقه تانية لعمليه نقله في شكل تاني من صور الفيزز. طيب الغاز الطبيعي والغاز المصاحب الاثنين واحد، الاثنين واحد طبعا، مفيش اي فرق ما بينهم، بيتكونوا من ميثين، ايثين، بروبين، بيوتين، بنتين، وات ايفر هو ايه، لكن في النهايه هي غازات موجوده، اذا كانت غازات طبيعيه وغازات مصاحبه. الغاز الطبيعي هو ان عندي بير بينتج غاز، كل انتاجه غاز، مفيش معاه اي زيت، ممكن يكون معاه شويه متكثفات او معاه ميه، لكن في الوقت ده بنسميه دراي جاز. طيب في غاز تاني بيطلع من ابار الزيت، بالظبط بنفس فكره ازازه البيبسي. حضرتك وانت بتنتج من ازازه بيبسي، اول ما بتفتح ازازه البيبسي بتلاقي فيه فقاعات من الغازات طالعه من جواها اللي هي الصودا. بالظبط اول ما بننتج الزيت، الزيت ده بيكون نتيجه الضغط العالي تحت والدرجات الحراره العاليه، بيبقى دايب جواه فقاعات من الغاز. وانس ان هو طالع على السيرفس، الضغط قل، الحراره قلت، يبدا ان هو يرمي كميات عاليه من الغاز اللي موجود جواه، وبنسميه في الوقت ده الغاز المصاحب. طيب في حاجه اسمها البايو جاز، لو هي دي اللي انت تقصدها، البايو جاز دي حاجه تانيه خالص. طيب لو حولنا، المفروض نعمل اوبتمايزيشن، نعرف الكميه هتكفي تكاليف الاساله او لا المفروض. طيب زي ما انت قلت يا هندسه، هي عمليه الاساله صعوبتها كله في تكلفه المصنع اللي بنعمله، وعشان كده لما بتبقى في شركه بتعمل اساله، فالشركه دي ما بتعتمدش على ابار، يعني الشركه دي ما بيكونش عندها ابار. لو انا عندي شركه شغاله انها تعمل اساله للغاز الطبيعي، فالشركه دي مش هيبقى عندها بيرين ولا 10 ولا 20، لا، الشركه دي بتبقى بتاخد الغاز من الحكومه، من الشبكه القوميه للغاز الطبيعي، بتاخد اللي يكفي انها تشتغل. بمعنى بيكون السحب بتاعها من الشبكه القوميه للدوله اللي هي بتشتغل فيها، مش مجموعه ابار. طيب وانس انها اخذت الكميه اللي هي عاوزاها، عملت لها اساله، تيجي شركه تشتري او تانكر، يبدا ان هو دوله تتفاوض على كميه الغاز دي، ونبدا ان احنا نصدر الغاز ده عن طريق، وطبعا تكلفه اقتصاديه كبيره فعلا للاسف. معلش يا هندسه، هل كل الابار اللي في مصر الغاز اللي طالع منها بيكون نسبه السي 5 قليله؟ والله بنسبه كبيره للاسف فعلا، هو ده الازمه الكبيره. الغاز اللي بيطلع عندنا في مصر هو غاز دراي دايما، سويت او ساور بقى مش هتفرق، لكن في النهايه هو غازات بتبقى كميه السي 5 فيها قليله، وعشان كده مصر عندها شورتج في انتاج البوتاجاز. السي 4 والسي 3 في مصر قليلين، مش السي 5 حتى. يعني السي 5 ده مش غاز على فكره، السي 5 ده بيبقى ليكويد في درجات الحراره العاديه، بيبقى ليكويد في درجه حراره 15، سي 5 بلس وسي 6 بلس، فهو ليكويد. طيب زي ما قلنا، وانس ان الاسعار بدات تزيد، بدا العالم كله يدور بقى في اي مكان على الغاز الطبيعي،
بدأنا نصرف، بدأنا ندور في منطقة شرق المتوسط. شرق المتوسط بدأت تظهر إنها منطقة غنية جدا بالغاز الطبيعي، بدأت حقول زهرة تظهر، حقول في المياه العميقة والمياه الدولية، وبدأت الدول زي قبرص وتركيا والدول دي تبدأ إنها تدور على حقول كبيرة جدا في المناطق دي. طيب زي ما قلت لك، الغاز الطبيعي عشان احنا ننقله الموضوع للأسف في ريستريكشنز كبيرة. زي ما انت شايف كده، دي صور حقيقية على فكرة، مش كذبة او مش كوميك، ده فعلا ناس بتروح تاخد الغاز الطبيعي في اكياس زي اللي انت شايفه ده. هل ده طبيعي اصلا؟ لا لا طبعا، ده يعني كلوجيك ده عبط، يعني ده مش حقيقي او ده مش هيحصل. لكن بص كده، ايه ده، الموضوع فعلا حقيقي. الناس واقفة قدام بير كريسماس تري وقاعدين بيملوا زي كيس، بياخد الغاز في كيس. فانت تخيل لو انا بقى هنقل الغاز ده ما بين دولة والتانية، مش هروح اكيد املى لهم تانكر، او مش هملى لهم كيس زي ده واوديه لهم. فالموضوع هيبقى، لا الموضوع طلع فعلا في حاجات غريبة بتحصل في الصين ودول شرق اسيا. لا الناس هناك فعلا مش طبيعية. الطريقة الطبيعية اللي العالم كله متعارف عليها في نقل الغاز بتكون عن طريق بايب لاين، عن طريق الصحاري واللاندس والكلام ده، او عن طريق السفن. ودي طريقة جديدة مش قديمة، وهي ان تحويل الغاز لسائل، وبعد ما الغاز يتحول لسائل نبدأ ان احنا ننقله زي الزيت بالظبط. طبعا حضرتك بتتعامل مع حاجة يعني اكستريملي فليمابل، سهل جدا يحصل فيها مشاكل كتيرة جدا، عمليات نقلها مش سهل. الكمية اللي انت خدتها دي حضرتك برضو، يعني انا عاوز اسأل الراجل ده، انت الكمية اللي انت خدتها دي هتعمل بيها ايه؟ وبيقول لك ستيلينج ناتشورال جاز ان تشاينا، فاللي هو حاجة مش لوجيك خالص. لكن هو ده حاجة يعني بوريك بس ان فكرة نقل الغاز مش بسيطة. طيب خلينا ناخد اكزامبل لعمليات النقل في مصر. زي ما قلنا، جوه الدول بيتم نقل الغاز عن طريق البايب لاين، وبتبقى سهلة. انت جوه الدولة بتاعتك اعمل اللي انت عاوزه، يعني عادي عادي جدا جدا جدا، اعمل الحمام بتاعك بينك، محدش هيسألك انت بتعمل ايه. جوه الدول الموضوع بسيط جدا، عمليات النقل عن طريق البايب لاينز فسهلة. مصر على سبيل المثال فيها الشبكة القومية للغاز الطبيعي اللي بتديرها شركة جاسكو. جاسكو هي الشركة المسؤولة عن إدارة الناشونال ناتشورال جاز ناشونال جريد. دي عبارة عن بايب لاين بتجوب مصر كلها، شبكة كبيرة جدا من البايب لاين زي ما أنت شايف كده، واحدة مثلا 24 إنش وطوله 265 كيلو متر. الخط ده بينقل منطقة في الصحراء الغربية أهو، بين الحقول اللي هنا دي بينقل الزيت والغاز اللي هنا، سوري الغاز غالبا. الخط ده اكزيستنج بايب لاين، بيبدا ان هو ينقله للدلتا او مناطق حوالين نهر النيل. وسهل جدا حضرتك تبدا ان انت تنقل الغازات دي بسهوله جدا، او الليكويد ده بسهوله جدا جوه الدوله بتاعتك، لان الموضوع فيها مش ازمه كبيره. طيب لو بننقل ما بين دول وبعضها، فمصر على سبيل المثال عندها خط او بيمر منها العرب جاز بايب لاين، او خط الغاز العربي، وده بيبدا من بورسعيد بيمشي لحد العريش، وبعدين ينزل للعقبه، يمشي في الاردن، عمان، سوريا، يمشي لحمص، وبعدين يروح بقى يتفرع عشان يروح تركيا واوروبا. الفتره اللي جايه هم شغالين في الموضوع ده، لكن تكاليف المشروع اللي زي ده تقريبا وصلت لحد 600 مليار 600 مليون دولار تقريبا، مش عارف بصراحه هو مليون ولا مليار، لكن هي ارقام غير طبيعيه. الكباسيتي بتاعته حوالي 10 بليون كيوبيك متر بير داي من الناتشورال جاز. طبعا خط ضخم جدا، قطره بيكون تقريبا اراوند ال 36 انش في معظم المسافات بتاعته، بيوصل لتقريبا حوالي 1100 كيلو متر من الناتشورال جاز، من اسالته وبعدين بيعه، بنقله عن طريق البايب لاينز، اسالته وبعدين بيعه. او لا طبعا اقتصاديا، اقتصاديا هو حضرتك ان انا بايب لاين، اقتصاديا ده لو جوه الدول، لكن لو بره الدول لا، مش هيبقى عندك اوبشن ان انت اصلا تفكر في حته نقله عن طريق البايب لاين. يعني خط الغاز العربي ده كل شويه يحصل فيه حادثه تفجير، مشكله حصلت ما بين مصر وما بين الاردن لا قدر الله، ايه اللي هيحصل؟ الاردن تقول لك لا، ما لو سمحت ما تصدرش من عندي، ايه في ايه يا جماعه، ده بيزنس. فللاسف حضرتك بتبقى دايما في ريستريكشن في عمليه النقل الخاص بالبايب لاين. اي مشكله سياسيه ما بين دوله والتانيه تلاقيهم بيقول خلاص مش هننقل غاز، ما لو سمحت الخط اللي بيني وبينك ده احنا هنقفله، مش هتعدي من عندنا. مشاكل تانية زي على سبيل المثال انا هجيب لك دلوقتي بعض المشاكل اللي واجهتهم وهم بيشتغلوا في خط الغاز العربي ده. اماكن فيه منطقه جبليه، حضرتك هتطلع الغاز ده الخط ده من على الجبل ازاي؟
خط شويه ففي منطقه فيها مستنقعات، هتمشي الخط ده منه ازاي؟ مشاكل كتيره جدا وتكاليف غير طبيعيه. حتى لو حضرتك بصيت كده هتلاقي على سبيل المثال الناتشورال جاز عشان ان احنا ننقله 2000 متر بس، سوري ده 2000 كيلومتر، 2 كيلومتر تقريبا، 2 كيلومتر جوه الاوفشور جوه البحر، فحضرتك بتتكلم في تكاليف عاليه جدا. ممكن ان انت تزود على سعر برميل الزيت الواحد او على الطن اوف اويل، طن اوف اويل تقريبا هتزود عليه $90. طب لو احنا مش في البحر، لو احنا في يعني لو احنا جوه البحر بقى، لا الموضوع هيزيد اكتر. طيب كل ما كان صعوبه عمليه النقل او عمليه الكونستراكشن بتاع البايب لاين اكبر، كل ما كان عمليه النقل بتاعه بيكون اعلى. طيب مين اللي خد يعني عارف ما بين الاثنين كده ان بتوين؟ هو ال ال ان جي، عمليه نقل الغاز عن طريق طبعا المسافه والتضاريس والمشاكل كتيره جدا. هوريك دلوقتي صوره الحقيقيه لعمليه، ايوه هو ده. الاسعار بتاعه خط الغاز العربي دي للاسف كانوا بيعدوا من مستنقعات سوامبس، كان من منطقه فيها لوز سويل، طبقه مش قادره تشيل، طبقه الطينه اصلا مش قادره تشيل البايب لاين، او بيحصل انهيار للبايب لاين للطبقات بتاعه الارض. اماكن فيها اماكن تعدين، مش هعدي اكيد الخط بتاعي من منطقه زي فيها جبل دهب اكيد لا، يعني في اماكن فيها ساند ديونز اللي هي بتاع الكثبان الرمليه، جبال ماونتينز، منطقه خليج العقبه والكروسنج بتاعها، انت حضرتك هتمشي تحت الميه عمق 850 متر ميه خليج العقبه، منطقه فيها في الاردن فيها جليد، منطقه فيها صخور، كل دي حضرتك تكاليف غير طبيعيه في عمليه النقل. طيب نتيجه للكلام ده بدا العالم ان هو يدور على مثيل او بديل لعمليه النقل عن طريق البايب لاين. طيب بدانا ان احنا نشوف ايه اللي ممكن ان احنا نعمله، فظهر التكنولوجي بداها تقريبا واحد اسمه ادولف مش عارف ايه كده، فاراداي تقريبا، ادولف فاراداي، ان هو بيعمل تجارب كده، قدر ان هو يعمل اساله لغاز الميثين لما برده عند ماينس 161 درجه سليزيوس، وقتها الغاز تحول من حاله الغاز لحاله الليكويد، وقدر ياخد ليكويد ميثين من الناتشرال جاز او يبرد الغاز. طيب بدات الدول انها تمشي على النهج ده، ويبدا ان هو يبني مصانع لاساله الغاز الطبيعي. ببساطه جدا زي ما حضرتك شايف كده، عندنا مثلا في افريقيا، في مصر بس محطتين، محطه ايدكو ومحطه دمياط سيجاز، وبدات الدول انها تدور على انها تبني محطات لاساله الغاز، لكن كانت الكونسترينز الوحيد هو التكلفه الاقتصاديه الكبيره في عمليه الاساله دي. حضرتك عاوز توصل لماينس 160 درجه سليزيوس بشكل صناعي، فالموضوع صعب مش سهل يا شباب ابدا. طيب عندنا دول بدات انها تعمل الموضوع ده، وتبدا انها تصدر ال ان جي او الليكوفايد ناتشرال جاز، اللي في الوقت ده ما عادش هيتعامل بالستاندرد كوبيك فيت او بالبرميل، لا هنبدا ان احنا نتعامل معاه بالطن. فبدانا عندنا دوله زي قطر، دوله زي قطر ما شاء الله انتاجها قوي جدا من ال ان جي، عندنا اندونيسيا واستراليا وماليزيا ونيجيريا والجيريا وعمان واليمن ومصر وبيرو وليبيا، كل دي دول بدات انها تتجه الى تصدير الغاز الطبيعي عن طريق تحويله الى ال ان جي عن طريق تكنولوجي الاساله اللي بنتكلم فيه. اسئله يا شباب الاول، لو في حد حابب ان هو يسال في اي حاجه الاول، حد عنده اي حاجه او حابب ان هو يستوضح اي حاجه الاول؟ من قراءة كتاب لازم وانت داخل لكل موضوع في كتاب ان انت تبقى عارف الاول كل شابتر فيه هيتكلم في ايه من برزنتيشن، يعني شوف برزنتيشن الاول قبل ما تدخل الكتاب، الكتاب هيدي لك كمية ديتيلز غير طبيعية انت في غنى عنها، مش هتقدر انت تاخدها في الاول. ليه غيرنا الوحدة واستخدمنا الطن؟ زي ما قلت لك، لان ده ما عادش بالستاندر كوبيك فيت، ده الغاز دايما الغازات بنقول عليها الحجم بتاعها بالكوبيك فيت، بالكوبيك متر، باللتر، لكن لما تبقى ليكويد، انا دلوقتي حولت الغاز لليكويد، فالموضوع هيختلف. وليه بالطن مش بالبرميل؟ لانه كل ما كان في كميات عاليه من غازات تانية زي الايثين او البروبين، فحضرتك هيبقى وزنه اتقل، فخلاص احنا هنتعامل معاه بالطن. تصدير فقط عن طريق الانابيب، التصدير عن طريق الانابيب وعن طريق القيمه الحراريه، حضرتك انت اللي بتلعب فيها بمزاجك، القيمه الحراريه بتاعت
الغاز زي ما اتفقنا من 950 لحد 1100 اكسبتد، من 950 ل 1100، وانت ما زلت بتحافظ على كده لان القيمه الحراريه معتمده على الكومبوزيشن بتاع الغاز. انا هخلي الكومبوزيشن بتاعي 100% ميثين او ميثين وايثين، فكده كده هتبقى اراوند 950 لل 1100، فهتبقى within الرينج الطبيعي. التصدير بيبقى دايما يا هندسه في الطبيعي عن طريق بايب لاين لو الدول قريبه من بعضها. لو مصر بتصدر للاردن فتمام، بايب لاين هتبقى اوفر. لو مصر بتصدر لليبيا اوكي، لكن لو ليبيا بتصدر لاوروبا مش هعرف اعمل لها بايب لاين عن طريق تحت البحر المتوسط والمشاكل اللي هتحصل والافلام دي كلها. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا نصدر عن طريق ال ان جي او عن طريق التانكرز، السفن اللي هتبدا تنقل الغاز من دوله للتانيه عن طريق سفينه. السفينه بتمشي في البحار والمحيطات والدنيا تمام، وهي ماشيه في الطريق تبدا تغير اتجاهها. هي راحة لأوروبا، لا لو سمحت اطلعي على أمريكا، وبتبدأ إنها في بورصة كبيرة جدا وسوق كبير جدا في عمليات بيع وشراء الـ LNG. والسفينة في البحر بتتباع 100 مرة، لا اطلعي على المكان الفلاني وخلاص السعر هيبقى أعلى، وهكذا. سمسرة بتبدأ إنها تبيع الغاز ده في الوقت ده. لا في الـ LNG زي ما اتفقنا ببيعه بالطن، طن من ال ان جي بيبقى سعره كذا، مش بالبي تي يو بقى في الوقت ده، لانه لا عاد غاز ولا عاد اويل. مش الغاز في الطبيعي بيتصدر ما بين الدول وبعضها وما بين الشركات وما بين شركه جازكو مثلا عن طريق البي تي يو. طول ما احنا بنبيع بالبايب لاين فاحنا بنبيع بالبي تي يو. بتفق معاك ان البيع بيتم عن طريق البي تي يو، لكن لو انا ببيع لك ال ان جي فالبيع بيكون عن طريق عن طريق الطن. طيب خلونا نكمل، احنا كده ماشيين ان شاء الله بريتم كويس. بدايه يا شباب انا محتاج اعرفك ايه هو الناتشرال جاز، عشان ان انا بعد شويه لما اقول لك ان انا هحول الغاز ده ليكويد فانت يبقى عندك كونسبت الغاز ده اتحول ازاي ليكويد. الغاز الطبيعي اللي طالع لنا من الابار يا شباب المفروض ان هو غاز ملوش ريحه، ملوش لون، مش سام، لو حضرتك قعدت تشم فيه مش هتموت. لكن خليني اقول لك بقى كل واحده فيهم ازاي وانت بتشوف الغاز اللي عندك في البيت مختلف. انت دلوقتي انا بقول لك ان الغاز ده اودرلس ملوش ريحه. طب انت بتشم الريحه دي منين؟ الريحه دي هو مركب انا بضيفه على الغاز قبل ما ببيعه لك او قبل ما اطلعه لك عشان يوصلك البيت. ريحه اسمها المركبته. معلش خلينا بقى نكتب شويه لان انا طيب. الغاز هو اودرلس اوكي، بس المفروض ان انا بضيف عليه ماده اسمها المركبته RCH. دي ماده احنا ب RSH، ماده احنا بنضيفها على الغاز ليها ريحه سيئه، بحيث ان لو حصل تسريب للغاز وحضرتك تبدا ان انت تشم الريحه دي وتبدا تعرف ان في تسريب غاز او في خطوره حواليك فتبدا ان انت تاخد حذرك. بنضيفها بتركيزات قليله طبعا لانها مركب من مركبات الكبريت زي الهيدروجين سلفايد، لكن بتركيزات قليله جدا 10 بارت بالمليون تقريبا. عشان ايه؟ بس مجرد انها منبه، لكن الغاز اللي طالع من البير هو غاز بيور ما فيهوش اي ريحه وما فيهوش اي مشاكل. طيب ال ان جي فعلا بيكون ليه طاقه ثابته، طاقه معروفه، لان هو ببساطه جدا هو بيبقى مينلي ميثين. هو البي تي يو بتعتمد على ايه الاول يا هندسه؟ على الكومبوزيشن. يعني لو حضرتك انا عندي سي 1 ميثين وعندي سي 2 ايثين وعندي سي 3 بروبين وسي 4 اللي هو البنتين. فوالله انا اقول لك ان الغاز ده حضرتك السي 1 ده 98% والسي 2 ده 0.5 0.5 0.1. لو جينا في النهايه نشوف الكومبوزيشن ده هيديني قد ايه، الميثين لوحده بيديني حوالي 1020 بي تي يو، الايثين بيديني حوالي 2000، ده 2500، ده مثلا 3000 بي تي يو. حلو. طيب انا عندي 98% من ال 1020 اللي هم حوالي مثلا 970 زائد نص في المية من ال 2000 وليكن 200، نص في المية من 2500 وليكن 60، 200 ايه؟ لا خلينا نقول 20 يا اخي 20، وده خلينا نقول 6، ده مثلا وليكن 10. في النهاية حضرتك بتبدأ ان انت تجمع ده تلاقي ان الغاز بتاعك عامل 1025، هو ده البي تي يو بتاعك. يعني ايه نميزه قبل ما يطلع من البير؟ قبل ما يطلع من البير المفروض ان انا باخد عينات من الغاز ده واعرف مكوناته ايه، واعرف كميه البي تي يو اللي موجوده جواه قد ايه، وببقى عارف اصلا الغاز ده ايه وضعه، يعني هبدا ان انا استخدمه في ايه، هل هطلع منه بوتاجاز
ولا هيكون سيلز جاز على طول على البايب لاين، ولا هعمل منه ال ان جي. طيب الغاز كولرلس، محدش مختلف على دي، ملوش لون، نون توكسيك. طب ليه بنتخنق لما بنوقف في جو من الغاز؟ لان حضرتك ما عادش فيه اكسجين، الغاز اول ما بيدخل مكان الاكسجين بيحل محله، وبالتالي حضرتك لو شميت بس الغاز لوقت طويل فما عادش فيه اكسجين فهتتخنق. طيب الميثان هو اصغر ذره معروفه في الغاز الطبيعي، ذره واحده من الكربون مركزيه وحواليها اربع ذرات من الهيدروجين. عشان كده بقول لك الكورس لازم يكون فيه بريكويزيتس من بعض الكورسات الثانيه. طيب الغاز اللي احنا بناخده في البايب لاين يا شباب او اللي احنا بنطلعه من البير بيكون فيه مجموعه من الميثان، ده الاساسي اهو سي 1، شايف كميته كبيره ازاي. ايثين ممكن يبقى كميته اقل شويه، بروبين سي 3، بيوتين سي 4، بنتين سي 5، هيكسين سي 6. كل ده بقى خلاص بدايه من سي 5 بلس، فده ما عادش غاز، ده عباره عن ليكويد. عند درجات الحراره والضغط الطبيعي دول بيبقوا بالنسبه لي ليكويد. طيب بالاضافه لبعض الشوائب او الامبيوريتيز او المواد اللي انا لازم ان انا اشيلها من الغاز، زي الميه، زي السي او 2، زي الهيدروجين سلفايد، زي الميركري، زي النيتروجين، كل دي حاجات شوائب ملهاش طاقه حراريه، لو موجوده في الغاز فبتبقى موجوده حشو كده ملهاش اي اهميه. طيب الميثان زي ما اتفقنا مركب كبير او كميته بتكون كبيره جدا في الغاز، بتبقى اراوند 98% من 70 ل 100%. حتى الايثين بيبقى نسبه اقل شويه، تريسز من السي 3 والسي 4 والسي 5 والكلام ده كله، زائد بعض الامبيوريتيز، كربون دايوكسيد، نيتروجين، هيدروجين سلفايد، ميركري، ووتر. انا دوري في البروسيس بلانت ايه بقى؟ دوري ان انا ابدا ان انا افصل الديريفاتيفز دي او المشتقات بتاعه الغاز دي عن بعضها، ابدا اطلع السي 1 لوحده عشان ان انا اعمل فيه حاجه من اتنين، لا اما ابيعه عن طريق البايب لاين، بايب لاين جاز، واما ان انا اخده اعمل له عمليه اساله وتحويله ل ال ان جي. طيب اخد السي 2 الميثين ده اعمل فيه ايه؟ اخده اوديه لمصانع البوليمرات والبلاستيك والايثيلين والانتفريز والحاجات دي كلها، كل والديترجنت، كل دي صناعات بتستخدم الايثين. البروبين والبيوتين حلو جدا، ده اهم الغازات الموجوده اللي انا محتاجها، اللي بسميهم غاز البوتاجاز، ال بي جي. ال بي جي اخد البروبين مع البيوتين اخلطهم مع بعض بنسبه معينه وابدا ان انا ادخلهم في صناعه البلاستيك، في صناعه ال بي جي، المواسير، الغاز اللي بيجي لي البيت في اسطوانات او في الاستخدامات المنزليه. طيب بعد كده السي 5 اللي بنسميها الكوندنسيتس او المتكثفات البتروليه او الناتشرال جاز ليكويد ان جي ال، ابدا ان انا اخدها ادخلها في الصناعات بتاعه البتروكيمياء، ابدا ان انا اوديها محطات التكرير، اضيفها اعملها بليندنج مع الكرود اويل. عشان ايه؟ عشان ان انا اخد احسن مواصفات الزيت اللي انا بنتجه، اخدها اوديها لمصانع انتاج وقود الطائرات، استخدمها في صناعات السولفنت، المذيبات، كل دي صناعات بتقوم على الناتشرال جاز. ال بي جي بيتجمد عند كام؟ يتجمد، سؤال صعب قوي هندسه، ما فيش حتة يتجمد دي تخلينا نقول يتبخر، اوكي، لكن يتجمد دي يعني متهيألي ما حدش عملها لسه يعني. ال بي جي ده غاز المفروض ان هو في الطبيعي غاز، احنا بنحوله لسائل عشان نقدر ان احنا نحطه جوه اسطوانه او جوه انبوبه. عشان بقى تحوله، الكلام ده بيحصل عند ماينس 40، فانا ببرده لحد ماينس 40 عشان احوله لسائل. طيب عشان احوله بقى الغاز يعني تقريبا ماينس 200 ولا 300 مثلا عشان تقدر انت تحوله لسوليدز. بيتبخر عن درجه حراره الجو، هو بيتحول لسائل عند ماينس 40، لو بقى ماينس 39 هيتبخر جزء منه، ماينس 20 هيتبخر جزء اكبر. وصل درجه حراره الجو، عشان كده انبوبه الغاز اللي عندك في البيت في الصيف بتدي لك كفاءه اعلى من كفاءه اعلى من وقت الشتاء، تمام؟ يعني وقت الشتاء الانبوبه حضرتك بترجعها للراجل وهي لسه عماله فيها ليكويد جواها، ايه السبب؟ ان ده غاز في شكل ليكويد ما بيتبخرش، محتاج ان هو يتسخن، بس طبعا اكيد مش هقول لك سخنه يعني. ازاي بنقيس البي تي يو؟ البي تي يو بتتقاس عن طريق لابراتوريز اكويبمنت زي الكروماتوجراف. في اكويبمنتس كده تقدر انت تاخد عينه من الغاز ونبدا ان احنا نحرق كل كومبوننت منهم ونشوف البي تي يو اللي طالعه منها قد ايه. الفرق ما بين السيلز اللين والريتش جاز، اللين والريتش جاز هي الاثنين غازات طبيعيه، لكن الريتش جاز ده بيبقى غازات فيه نسبه السي 3 سي 4 سي 5 كتير،
كل ما كان الغاز فيه كميات عالية من C2 C3 C4 C5، كل ما كان الغاز ده بنقول عليه غاز غني أو ريتش جاز، لأني هقدر آخد منه كل المشتقات اللي حضرتك شفتها دي. لكن لو هو لين جاز بقى، ده غاز ما فيهوش حاجة أصلا غير ميثان، فطالع لي ما فيش معاه أي حاجة أصلا غير غاز جاف اللي هو الميثان بس، اللي أنا هعمل منه LNG فقط لا غير. كل ما كانت المركبات التقيلة اللي مع الغاز أكبر، كل ما كان الغاز ده سعره أعلى، التكلفة الاقتصادية فيه أقل، او التكلفه الاقتصاديه في عمليات المعالجه بتاعته بتكون قليله، وبالتالي هقدر ان انا اخد منه فلوس افضل او كميات احسن. عدد ذرات الكربون فعلا بتحدد المحتوى الحراري ببساطه جدا يا هندسه. خليني اقول لك كده حاجه، انا عندي دي ذره ميثان مركزيه وحواليها 4 ذرات من الهيدروجين. لما بيحصل احتراق للغاز، هي دي المفروض ان السلايد اللي جاي هتتكلم في الموضوع ده، لما بيحصل احتراق للغاز فالروابط اللي موجوده ما بين الذرات دي وبعضها بتتكسر وينتج عنها انرجي. الانرجي دي هي دي اللي احنا بنقول عليها البي كيو. طيب لو حضرتك بعد شويه جبت لي جزيء اكبر شويه زي C2H6 الايثين، فعدد الذرات اللي لما هيحصل احتراق هتتكسر اكبر، وبالتالي كميه الحراره اللي هاخدها اكبر. يعني هنا كنت هاخد 950 بي تي يو لما احرق جزيء الميثان، لما احرق جزيء الايثان هاخد منه حوالي 1500 بي تي يو، وهكذا. كل ما عدد ذرات الكربون هتزيد، كل ما الطاقه الحراريه المختزنه ما بين الجزيئات دي هتزيد والروابط بتبقى اكبر، فاقدر ان انا اخد كميات اعلى من الحراره في الوقت ده. طيب الانرجي الموجوده زي ما اتفقنا، الموجوده ما بين ذرات الكربون لما بيحصل احتراق او اتحاد ما بين الهيدروكربون وما بين الاكسجين، بتتم عن طريق الحرق اللي احنا بنعمله. الحرق ده بيولد لي حاجتين دايما، اي هيدروكربون مع اكسجين هيديني ميه وهيديني كربون دايوكسيد. اي حد درس احتراق او انترنال كومباشن فهيبدا ان هو يعرف ان نتيجه الحرق ده الجزيئات زي ما انت شايف كده، جزيء الكربون مع جزيء الكربون، جزيء الكربون مع اللي بعده، كل دول عباره عن طاقه مختزنه موجوده جوه الغاز. الطاقه دي هتبدا انها تتحرر في شكل حراره وانس ان انت بدات ان انت تعمل عمليه الاحتراق اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هينتج عنها ميه، بخار ميه، وهينتج عنها ضوء، وهينتج صوره جديده من الانرجي. وانس ان انت حرقت الهيدروكربون هتبدا تحول صوره من شكل للتاني عشان في النهايه اقدر اخد الانرجي دي. طيب هنبدأ نسمع كتير جدا الفترة اللي فاتت دي، بدأ ان هم يدخلوا مصطلحات جديدة في عمليات نقل الغاز. ففي عملية البايب لاين الأسهل والموست ايكونوميكال وبتحصل دايما جوه الدول، نقل الغاز عن طريق بايب لاين. لا أنا في مشاكل في عملية البايب لاين فهبدأ أدور على الـ LNG أو تحويل الغاز ده لسائل. تحويل الغاز لسائل فهبدأ سوري أروح لتكنولوجي اسمها الـ LNG، وده دايما بيكون انترناشونال او ما بين دول وبعضها. في حاجه اسمها الفيرتشوال بايب لاين، هو ان انا احول الغاز ل LNG وبعد كده ابيعه لدوله، والدوله دي تبدا انها تحوله الغاز وتمشيه في البايب لاين. ده بنسميها الفيرتشوال بايب لاين، او عن طريق تراكات. على فكره في ساعات بننقل ال LNG عن طريق تراكات. في ناس تانية بتاخد الغاز تحوله جاز تو واير GTW، ان هم يحولوه على طول لكهرباء، يدخل على طول مينلي على صناعات انتاج الكهرباء. جي تي ال جاز تو ليكويد، ياخد الغاز يدخله في عمليات عمليات في يعني عمليات فيها كاتاليست وتفاعلات كده زي عمليات الفيشر تروبش. في كده عمليه اسمها الفيشر تروبش اوكسيديشن، بيبدا ان هو يحول الغاز لليكويد عشان يقدر ان هو ينقله برضه. جاز تو سوليدز، ان هو يبيع الغاز في شكل هيدريت. وكل دي عمليات بتتم عشان ان انا اوفر عمليه تكلفه نقل الغاز والمسافات طويله. لكن ما زلنا بنقول ال LNG تقريبا هو المسيطر او الموست دوميننت في عمليه نقل الغاز، بعيدا تماما عن الجي تي ال والجي تي دبليو والسي ان جي والال ان جي والكلام ده. طيب اكثر الطرق المعروفه في العالم النهارده لنقل الغاز بعيدا عن البايب لاين هو الليكوفايد ناتشرال جاز. الليكوفايد ناتشرال جاز ببساطه جدا يا شباب، هو ان انا هاخد الغاز وابدا ان انا اعمل له عمليه تبريد. التبريد ده
الميثين كل مركب من مركبات الغاز ليه درجة حرارة بيتحول لسائل عندها. يعني عندي C1 C2 C3 C4 C5 مثلا. الميثين على سبيل المثال بيتبرد عند ماينس 161 ونص فيبدأ يتحول لليكويد. الإيثان عند مثلا ماينس 80 يتحول لليكويد. البروبين ماينس 40. البيوتين مثلا عند ماينس 10 وده عند نص. فحضرتك كل مركب من مركبات الغاز اذا كان ميثين ايثين بروبين بيوتين ليه بويلنج بوينت. البويلنج بوينت في الغاز مختلفه تماما عن الليكويد. في الليكويد حضرتك البويلنج بوينت هي درجه الحراره اللي بتحول السائل لبخار او غاز. في الغاز لا، البويلنج بوينت هي درجه الحراره اللي بتحول الغاز لليكويد او اللي عندها الغاز بيتغير الفيز بتاعته من غاز لليكويد. زي ما احنا في الليكويد هناك كنا بنقول ان الميه بتتبخر عند 100 معناها ان ال 100 درجه بيحولوا الميه من سائل لبخار. الماينس 160 درجه بيحولوا الغاز لسائل. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الغاز حجمه هيقل 600 مره. يعني عند الضغط الجوي لو جبت 600 متر مكعب من الغاز اقدر ان انا احولهم ل 600 ل 1 متر كيوب من الليكويد. فهو ميثين ببساطة هو غاز ميثين اتبرد لحد ماينس 161 عشان يتحول لليكويد فورم. طيب اللي هي الديو بوينت، الديو بوينت لا، الديو بوينت دي بداية درجة الحرارة اللي هيحصل عندها الليكويفاكشن. لكن احنا بنتكلم عن الكومبليت ليكويفاكشن هيتم فين؟ طيب هنوصل للديو بوينت ما تقلقش. طيب خليني بس اقول لك ان الليكويد اللي حضرتك انت بتتكلم في عمليه اسمها كرايوجينيك اوبريشن. كرايوجينيك معناها تبريد شديد او تبريد لدرجات حراره منخفضه جدا. دايما الكرايوجينيك ده من عند ماينس 100 مثلا كده نبدا نقول احنا كده كرايوجينيك. ممكن ماينس 40 في ناس يعني على قدها شويه بتعمل ال بي جي فتقول عند ماينس 40 ده كرايوجينيك. لكن كلمة كرايوجينيك في الطبيعي هو معناها التبريد الشديد أو الانخفاض العالي في درجات الحرارة. فبالتالي لما أنا أخفض درجة حرارة الغاز من درجة حرارة الجو 25 أنزلها لحد ماينس 60، أولاً مش سهلة لكن هنعرف بتتعمل إزاي. ثانياً الغاز ده أنت هتخزنه فين؟ أنا هخزنه في تنكات، هو حجمه قل، كل 600 متر مكعب من الغاز اتحول لواحد متر مكعب من الليكويد. يعني بالظبط كانك لميت الهواء في الاوضه اللي حواليك دي كثفته فتحول لازازه ميه، ازازه لتر مثلا. طيب الغاز ده حضرتك بعد ما انت عملت له عمليه الاساله دي المفروض ان احنا بنخزنه في فيكسد روف ايزوثيرمال تانكس، تانكات معزوله حراريا السكنس بتاعها بيوصل لمتر ومترين من الخرسانه ومن مواد عازله للحراره يعني انت متخيل. فبيبقى ده شكل التنكات زي ما انت شايف كده، ده التانك. ودايما التنكات او الاماكن اللي فيها تصنيع للال ان جي بتبقى موجوده في مناطق فيها بحار او محيطات، لازم يبقى جنبها بحر. ليه؟ زي ما اتفقنا انا محتاج ان الغاز اللي انا بجمعه ده محتاج ان انا اصدره عن طريق البحر او عن طريق التانكرز او البايب لاينز. فزي ما انت شايف عشان انا اقدر ان انا اعمل الموضوع ده لازم ان انا ابني المحطه بتاعتي على بحار. طيب الال ان جي كارير، اول مصر طبعا فيها اكتر من كارير او ليها اكتر من كارير، منها الميثين نايل ايجل، دي سفينه بتنقل الغاز الطبيعي او ال ان جي بتنقله من مصر لاسبانيا. عندنا تانكرز كتيره جدا الشكل بتاعها زي ما انت شايف، ممكن يكون الشكل ده او ممكن الشكل اللي انت بتشوفه دايما ده في شكل كور او سفيرز، وبتبدا انها تتحرك في المحيطات. عندنا في مصر في محطتين اساسيين لانتاج ال ان جي، عندنا سي جاز الموجوده في دمياط وعندنا الايجيبشن ال ان جي الموجوده في ايدكو. الاثنين بداوا تقريبا في 2004 و2005. عندنا طبعا سي جاز الكباسيتي بتاعتها حوالي 266 بليون كيوبيك فيت بديل. الايجيبشن ال ان جي دي حوالي بتنتج حوالي 346 الف 346 بليون كيوبيك فيت برير. طبعا سي جاز شراكه ما بين اني وما بين 50% اني والاي جي بي سي وايجاز. عندنا الايجيبشن ال ان جي شريك ما بين بتروناس وما بين شيل وما بين ايجاز وما بين الاي جي بي سي وما بين، ما فيش حاجه مصريه خالص للاسف يعني
حسبي الله ونعم الوكيل. طيب، زي ما انت شايف الغاز بيمر بمرحلة التبريد دي، والموضوع ده مش سهل، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه. طيب، في ناس تانية بتنقل الغاز عن طريق اسطوانات، لكن ده ما اقدرش ان انا اعمله في ال بي جي في ال ان جي. لكن ببساطة جدا اقدر ان انا اخد البروبان والبيوتان اللي هم الاسطوانات اللي عندك في البيت دول. خلينا نشوف. ماشي، سي جاز 5 ام تمبلي 5.5، مش عارف انا دي لسه والله. جميل، ما هي فعلا 5.5. انا لسه كنا من شويه لو تفتكر كان في حاجه بتقول الرقم ده، بس احنا بنتكلم على تحويل مش بالطن هنا، بس الكميه بالبليون كوبيك فيت، ده الكباسيتي بتاعتها، الكباسيتي بتاعتها مش البرودكشن كباسيتي. فهي فعلا 5.5 ام طن بليون. طيب، زي ما قلنا موضوع الليكويفاكشن ده يا شباب، انا عشان انا اعمل ليكويفاكشن فاقدر ان انا اعمل ليكويفاكشن لسي 1 لوحده، او سي 2 لوحده، او سي 3 وسي 4 لوحدهم، او سي 5 لوحده. لكن انا دلوقتي لو عاوز اعمل نقل الغاز الطبيعي وديستريبيوشن سهل جوه البلد، فاسهل الطرق هو ان انا هاخد السي 3 والسي 4 اللي بنسميهم ال بي جي او البوتاجاز، وهبدا ان انا اعمل لهم اساله. الاساله بتاعتهم مش بدرجات حراره منخفضه قوي، لا، عند ماينس 30 ماينس 40 اقدر ان انا اسيل السي 3 والسي 4، وابدا احطهم لك في انبوبه، ونبدا ان احنا ننقلهم للمنازل لاستخدام المنزلي. بيبقوا اكتر امان طبعا، اسعارهم اقل بشويه، لكن والله هم كتكلفه اقتصاديه هم اغلى من الميثين بمراحل، اغلى من البايب لاين. لو انا مش قادر اوصل لك بايب لاين فما فيش حل تاني ان انا اوصل لك مصدر طاقه الا في الاسطوانات اللي انت شايفها. طيب، ال بي جي بيتكون من ايه؟ بيتكون من حوالي 60% بروبين و 40% بيوتين. طبعا بحاول ان انا اقلل البيوتين قد ما اقدر، لانه هو ده اللي بيبقى ليكويد، او حضرتك هو ده الجزء اللي بيتبقى من الانبوبه اللي انت بتبقى عاوز ان انت تستهلكه ومش عارف، لانه هو بيفضل ليكويد خصوصا في فصل الصيف والشتاء، بيبدا ان الوصفات دي تتغير بيزد على مين اللي ليه فولاتيليتي اعلى او تطاير اكبر، فالنسب دي بتختلف شويه. والهيئه القوميه للهيئه، هيئه البترول او الهيئه العامه للبترول، كل شويه في الصيف كده بتلاقيها بتنزل مواصفه جديده اعتمادا على درجات حراره الجو. طيب، ال بي جي كلرليس برضه، ملوش ريحه، ملوش لون، ملوش طعم، حجمه تقريبا كل 270 متر مكعب بنزلهم لمتر مكعب واحد. اقدر ان انا اخزنه في بتاع الاسطوانه دي، واول ما بتوصل عند حضرتك طول ما هي بتمتص حراره من الجو اللي حواليها، الحراره بتاعت المطبخ على سبيل المثال 25 درجه، في 25 درجه دول كافيين ان هم يحولوا الليكويد اللي جواها لبخار تقدر انت تستخدمه بسهوله. طيب، ال بي جي زي ما احنا قلنا برضه هو عديم اللون والطعم والريحه والكلام ده، لكن احنا بنضيف عليه ماده المركبتا اللي هي الار اس اتش، عشان انها بتركيز ما بيزيدش عن من 10 ل 20 بارت برمليون. عشان ايه؟ عشان حضرتك انبهك بس لفكره الماده دي اسمها الايثايل مركبتا او الميثايل مركبتا، وات ايفر هي بتبقى ميثايل او ايثايل، لكن في النهايه عشان حضرتك تقدر انت تشم وتستنتج ان في عندك ليكج، فتيك بريكوشنز ان كيس اوف جاز ليكج. وطبعا بنعبيها في اسطوانات بضغط ما بين 25 بار ماكسيمم، وبتبدا انها تتنقل بالاوزان بتاعتها او بالديزاين تمبريتشر وبريشر بتاعها، بيبقى الموضوع سهل جدا وكلنا عارفين الفكره دي. طيب، ال بي جي زي ما انت شايف كده بيبقى مين اللي بيتكون من سي 3؟ ماشي، بيبقى في سي 3 سي 4 سي نورمال وايزو، اوكي ما فيهاش فرق، ممكن يبقى فيه شويه من سي او 2، نسبة قليلة جدا من الـ H2S. تمام، الـ LNG بقى، الـ LNG هو عبارة عن C1 وC2 بس. السيلز جاز هو الغاز اللي بيطلع في البايب لاين أو في المواسير، وده بيبقى في C1 C2 C3 C4 whatever، في كل المركبات دي ما بتفرقش معانا تماما، لكن برضه ما زال بيبقى بمواصفة اللي بتحددها الـ E-Gas أو جاسكو. طيب، ككومبوزيشن وكتفاصيل، عندنا البولينج بوينت بتاع اللي يهمني، يعني الكومبوزيشن بتاع الـ LNG هو ميثين وقسين بس. ال بي جي لا، بروبان وبيوتان. النفته دي هي تقريبا يعني الكوندنسيت، يعني خلينا نقول عليه هي كوندنسيتس اللي بتبقى المفروض سي 5 سي 6 بلس، كل الحاجات الثقيله الموجوده.
طيب بويلنج بوينت زي ما اتفقنا درجة الحرارة اللي بنحول عندها الغاز لليكويد، ال ال ان جي عند ماينس 160، ال ال بي جي عند اكتر من ماينس 40، ماينس 40 ماينس 41، مصانع بتشتغل عند ماينس 30، حسب ما بتقدر ان انت تقدر تاخد حرارة. طيب ال بي جي بتخزن في ايه؟ بتخزن في حاجه من اثنين، يا اما في سفيريكال تانكس اللي هي التانكات القرويه او الكور، تلاقي المصانع كده فيها كور لتخزين ال بي جي، او ساعات بنخزنها في بوليتس او في سلندريكال تانكس كده زي سبريتور او زي الهوريزونتال سبريتور بنسميها البوليتس. والفكره كلها زي ما حضرتك شايف كده، بيبقى عندي كده كوره، الكوره دي فيها كذا طن من ال بي جي. ال بي جي على فكره كمان بيتباع بالطن مش بالبرميل ولا بالستاندرد كوبيك فيت. فكل شركه تقول لك والله انا عندي 50,000 طن 10,000 طن، وبتبقى شكل سفير زي ما انت شايف كده، وبيبقى لها عمليات بريشر كنترول، تمبريتشر كنترول، ليفل وبامبنج ستيشن، ويعني بيبقى فيها وطبعا ايزوليشن سيستم وفاير ديتكشن سيستم وفاير ديليوجن او اللي هي الحاجات اللي بتحمي من الحريق والكلام ده. طيب ده شكل السفيرز طبعا والاشكال بتاعتها، وساعات بيبقى حوالين كل سفيرز كده مجموعه من الباند وولز، بحيث ان كيس ان حصل فيه ليكج او انهيار للتانك ده، فيبقى عندي فيه عندي زي باند وول تقدر انها تستوعب الكميه بتاعت السفير دي، عشان الحريق لو حصل لا قدر الله اقدر ان انا اعمل كونتينمنت للكميات من الهيدروكربون دي. ودي شكل البوليتس اللي احنا بنتكلم عليها. لو انا ما قدرتش طبعا، السفيرز دي بيبقى تكلفه صناعتها مش رخيصه، غاليه جدا، البريكوشنز بتاعتها بتبقى كبيره، حتى الاوبريشن بتاعتها بتبقى صعبه مش سهله. ففي طريقه تانيه اللي هي البوليتس، لو الكميات قليله ومش مستاهله ان انا ادفع المصاريف القويه دي فيها، فممكن استخدم البوليتس. طيب اخيرا طريقه تانية بدات تظهر في مصر الفتره الاخيره، وهي الكومبريز ناتشرال جاز. الكومبريز ناتشرال جاز هو ان انا هحول الغاز لليكويد بس عن طريق بريشر، بعمل قنبله موقوته يعني. فده بيظهر جدا في الناتشرال جاز فيكلز، في العربيات اللي بتمشي بالغاز الطبيعي، ان هو بياخد الغاز يبدا يضغطه لحد 3000 بي اس اي 3600، فيبدا يحول الغاز ده لليكويد. يعني ما بيبقاش ليكويد قوي، لكن هو في الوقت ده بيسموه كومبريس ناتشرال جاز. زي ما انت شايف كده، انا خدت 600 متر مكعب من الغاز، لو حولتهم لكومبريس ناتشرال جاز فبتحول حوالي 220 مره حجم اقل من الحجم الرئيسي. طيب لو انا هحوله ل ال ان جي، فتقريبا ده بيقل تقريبا حوالي 625 مره عن الشكل الطبيعي. في اي سؤال الاول يا شباب قبل ما نبدا ان احنا نخش بقى في ال ان جي بجد؟ حد حابب يناقش حاجه او نقف لدقيقه او حد حابب ان هو يريز هاند يشارك في اي حاجه؟ يعني انا متعود من الناس بتاعت الازهر انهم دايما مهتمين بموضوع الريز هاند ويدخل يناقش. حبيبي يا هندسه. طيب خلونا نكمل. احنا المفروض ان احنا دلوقتي الجزء اللي فات ده كله كنا بنتكلم في جنرال اوفر فيو عن الناتشرال جاز اندستري، لكن خلينا نبدا ان احنا بقى نتكلم شويه في ال ان جي. ال ان جي عندنا منها نوعين من المصانع بتاعتها او البلانتس بتاعتها. بلانتس بنسميها البيك شيفنج، وبلانتس ثانيه بنسميها البيز لود. الفرق ما بينهم ببساطه جدا يا شباب هو ان البيز لود ده هي محطات معموله عشان ايه؟ معموله عشان تاخد الغاز من الشبكه القوميه، تبدا انها يعني خليني كده معلش نرسم مع بعض رسمه. انا دلوقتي عندي ده الشبكه القوميه للغاز الطبيعي اللي في مصر، دي بتاعت شركة جاسكو. هاجي أنا هنا كده أخد من الشبكة دي خط وأوديه على مصنع أسميه البيز لود بلانت. ده مصنع ال ان جي بيز لود بلانت. ده إيه التارجت بتاعه؟ التارجت بتاعه إن هو هيعمل إسالة للغاز، وبيبقى عندي هنا كده بحر
البحر ده حضرتك اول ما بيبدا يحول الغاز لليكويد يبدا ان هو يبيعه عن طريق سفينه كده هتبقى ماشيه في البحر، وهتبدا انها تاخد الغاز ده وخلاص تمشي. دي بنسميها البيز لود، هي دي المحطه اللي حضرتك عارفها. طيب لو قلت لك ان في امريكا في ولايه واحده حوالي 70 محطه لانتاج ال ان جي، بس بشكل تاني مش عشان التصدير، لا بياخدوا الغاز. امريكا لاحظت ايه او الدول الاوروبيه لاحظت ايه؟ ان في عندنا في فترات الصيف والشتاء بيختلف الاستهلاك اليومي للطاقه. يعني مثلا في الصيف احنا بنشغل مكيفات كتير جدا، طيب المكيفات دي بتستهلك كميه عاليه جدا من الطاقه، فبالتالي بيبقى عندي اوقات بنقول عليها اوقات ذروه الاستهلاك واوقات تانية ما فيهاش استهلاك خالص. طيب عشان انا اقدر ان انا اشوف الاقيني في الشتاء بستهلك كميات عاليه جدا من الغاز وفي الصيف ما بستهلكش غاز خالص، خلاص هاجي في الصيف واخد من الشبكه القوميه خط كده. انا ليه حاسس ان القلم ده صعب قوي؟ هاخد خط من الشبكه القوميه اعمل بيه محطه اسميها البيك، هي بيك تقريبا كده، بيك شيفينج بلانتس. البلانت دي تعمل ايه؟ تفضل تاخد الغاز وتعمل منه تنكات وتخزنه في تنكات، ووقت الذروه تروح تاني ضخها على الشبكه القوميه، تحوله تاني من ليكويد تحوله لجاز عشان تدخله الشبكه القوميه في الايام اللي احنا بنكون محتاجين فيها الغاز قوي. يا ريت تبقى فهمت مني الحته دي. البيز لود هي المحطات اللي بنعملها عشان ان انا اصدر منها الغاز الطبيعي. هاخد الغاز الاكويدو وانقله من مكان لمكان. في البيك شيفنج دي محطات مسؤوله عن انها بتاخد غاز من الشبكه القوميه تحوله لليكويد وتخزنه للصيف. وقت الاستهلاك العالي من الطاقه حضرتك هي مسؤوله انها تاخد الليكويد اللي هي خزنته وتبدا انها تطلعه في شكل كان بالظبط هي تنكات موجوده، عشان ان انا اقدر ان انا اعمل عمليه استهلاك منها في اوقات الذروه. تمام؟ طيب يبقى البيك شيفنج البيز لود الاول زي ما قلت لك هي ثابته، هي شغاله ثابته ما بتوقفش. البيك شيفنج تشتغل تعمل ليكويفاكشن في ايام الشتاء، في ايام الصيف سوري، وفي ايام الشتاء اللي هحتاج فيها غاز كتير اروح اعمل فيها ايه؟ ابدا اعمل ريجازيفيكيشن تاني للليكويد اللي انا عملته. يا رب تكون الحته دي اتفهمت، لو في حد عنده مشكله فيها انا ممكن اعيدها تاني. في حد حابب ان هو يسال فيها او حاجه؟ تمام كلير الحته دي يا شباب. على فكره انا قعدت فتره طويله جدا مش عارف افهم الحته دي، ما كنتش مركز بيها اصلا لفتره طويله جدا من حياتي وانا طالب يعني. باشمهندس محمد فتحي يا هلا، اخيرا حد معانا. تمام يا هندسه اتفضل. هندسه، مش احنا بنعمله كده عشان نستخدمه في الشتاء؟ ايوه بالظبط، خلاص تمام. هي هندسه زي ما قلت لك، هي الفكره كلها مش دايما شتاء وصيف. يعني على سبيل المثال لو احنا في مصر، احنا في مصر ما بنحتاجش الغاز كتير في الشتاء ولا حاجة، انا بحتاج ان في الصيف عشان انا بستهلك كهرباء كبيرة جدا في عمليات الطاقة. يعني حضرتك بتلاقي الكهرباء بتقطع كتير جدا في ايام الصيف في مصر مثلا، والسبب استهلاكنا في الطاقة. عشان اعمل تبريد. لكن في اوروبا لا، هم عايشين حياتهم على انهم يستخدموا الغاز انهم يحرقوه عشان يولدوا منه حرارة عشان البرد الشديد، فبيبقى عندهم الشتاء هو البيك شيفنج بتاعه اللي هي اقصى وقت بيستهلك فيه طاقة، فبتبقى في الوقت ده الموضوع مختلف شوية بس. تمام؟ تمام عن مصر يعني. بالظبط، يعني هي بتختلف من دولة لدولة. أوروبا لا، عندهم الشتاء هو اللي بيحتاج طاقة كبيرة فيخزن ال ان جي للشتاء. في مصر لا، أنا أخزنه للصيف لأن الصيف هو اللي بستهلك فيه كهرباء أعلى، فبيبقى هو الأهم. عشان ان انا اعمل مشروع ال ان جي في مصر مثلا محتاج للاسف كذا حاجه، محتاج ان انا يكون عندي فائض في الانتاج، عندي كميات ال ان جي كبيره، ما بقاش او عندي غاز كتير، عندي ارصفه بحريه كبيره اقدر ان انا اعمل. يعني دايما هتلاقي حضرتك رشيد ده او اللي هو بتاع ايدكو ده موجود على البحر المتوسط، سي جاز موجوده في ميناء دمياط في دمياط برضه على البحر المتوسط. الصوت فيه مشكلة؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام. فهي الفكرة كلها هي فكرة
عشان ان انا ابني محطه لانتاج ال ان جي، للاسف الشديد بيبقى عندك شويه ريستريكشن كده، منها زي ما قلت لك محتاج ارصفه بحريه، ميناء قويه، يعني زي ما قلت لك المحطتين اللي في مصر موجودين على البحر المتوسط. عندنا كمان تكلفه عاليه جدا يا شباب في المصنع نفسه. احنا ما زلنا في مصر شغالين في سي دي اس مثلا بالمين كريوجينيك هيت اكسشنجر، لسه تقريبا ما نعرفش ايه تفاصيل المبادل ده من جوه، في ايه التكنولوجي ما حدش عاوز يعرفها لنا، او تكنولوجي مش دارجه مش موجوده في كل الشركات وفي كل المصانع عشان تقول ان انا شاطر جدا في عمليه الاساله. لا، في اكتر من تكنولوجي، وهكلمك عن الناس اللي معاها لايسنسرز او اللي معاهم رخص لانتاج البروف تكنولوجي في عمليه الاساله. هتلاقي الموضوع مش رخيص، موضوع تكلفته كبيره، لازم يكون عندك فائض اصلا في الاستهلاك المحلي من ال ان جي، من الناتشرال جاز. ما تقوليش دوله فقيره مش قادره تكفي نفسها ال ان بتاع غاز وهتعمل ال ان جي. ال ان جي في مصر لما حصلت مشاكل في ثوره 2011 وبدات بعض الشركات الاجانب تسيب مصر وتمشي ومفيش ديفلوبمنت للابار، الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي عالي جدا، فما عادش في غاز يروح لسي جاز، فوقفنا سي جاز. سي جاز فضلت واقفه اكتر تقريبا من 5 6 سنين، ممكن اكتر كمان، لاكتر، هي لسه شغاله قريب جدا 2020 2020، وقفت لفتره طويله، يعني وقفت تقريبا من 2011 ل 2020، فتخيل قعدت 9 سنين ولا 7 8 سنين، فكان حرام يعني. السبب ما فيش عندي غاز اصلا اديهولها، يعني عندي الانتاج الاستهلاك المحلي بقى كبير جدا، بدانا نستورد غاز من اسرائيل، يعني اعوذ بالله تخيل. فمش مش هستورد من اسرائيل بسعر اكبر من السعر العالمي واروح كمان ادي السي جاز عشان انا اصدر، ده جنون. طيب اللي حصل ان هم رفعوا تقريبا قضيه، والتحكيم الدولي حكم لسي جاز بتعويض وحوار كبير كده، ويعني في النهايه سي جاز رجعت تنتج تاني. الموضوع بدا يبقى احسن ايه بقى، وبدانا نزدهر تاني في الانتاج لما ظهر حقل ظهر، بدانا ننتج 2 مليار قدم جديد من الغاز، بداوا يدخلوا 2 مليار قدم مكعب من الغاز، دخلوا الشبكه القوميه في مصر في وقت قليل، ودخلنا دلوقتي في 2 مليار ونص على ما اعتقد كباسيتي الظهر دلوقتي 2 مليار ونص. ف هندسة، الاستهلاك المحلي اتفضل. بالنسبة انت في اول برزنتيشن خالص قلت ان مصر بتنتج يعني 600 كوبيك فيت، مش دوت حقل زور لوحده ولا؟ لا 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 لا، انا بكلمك في ليكويد. حقل ظهر ما بينتجش ما بينتجش اطلاقا اي ليكويد، ما بينتجش غير كوندنسيت تقريبا، هو دراي جاز وصور جاز للاسف، يعني هو أسوأ انواع الغازات اللي ممكن تتخيلها موجوده في حقل ظهر، لكن هو غاز في كل الحالات، هو غاز. تمام. تمام. فهي الفكره كلها ان حقل ظهر احنا بنتكلم عن ان هو منتج للغاز بس، فاحنا بنتعامل مع الغاز اللي طالع من حقل ظهر ان هو يعني غاز بالنسبه لي، ما فيش فيه ليكويد اصلا. فمصر كلها انتاجها تقريبا حوالي 600 الف باريل بير اويل من بردي، باريل اوف اويل بردي. طيب تمام. فالفكره يا شباب كلها هي ان لو بعمل محطه اسال غاز وعايز ما يكونش انتاجي واقف على الفيد اللي جاي لي من جاسكو زي سي جاز، ما تقدرش تعمل حاجه هندسه، هتستورد انت غاز، هتجيب خط من دوله تانية عشان انت تنتج، يبقى ما عملتش حاجه. هي لما بيجي شركه اجنبيه عشان تختار دوله تعمل فيها ال ان جي، يعني زي ما انت شفت كده مصر تلاقيها مشاركه ب 10% و15% وارقام حقيره، يعني تلاقي في النهايه ايناي داخله ب 50%، بتروناس داخله ب 30%، اني داخله مش عارف بيبي داخله ب 35%، فاللي هو في النهايه مصر اصلا مش موجوده، يعني للاسف مصر مش مشاركه بحاجه، هي مصر عندها الارض بس، عارف انت عندك حته الارض وانت اطلع انت بالعماره، فيعني هو ده السيستم اللي ماشي. فخلينا بس ما نبعدش بعيد، لكن اللي بيحصل ان عشان تيجي شركه زي ايناي او بريتش بتروليوم وتقول لك انا هبني لك محطه للال ان جي، اول حاجه بيبصوا عليها عشان يجوا يستثمروا عندك هو انت عندك اصلا غاز فائض عن الانتاج بتاعك ولا لا، سعر الغاز عندك قليل ولا لا. لو عندك كميات غاز كبيره جدا وانت مصدر للغاز، خلاص انا هاجي ابني مصنع عندك، اديني حته ارض على البحر المتوسط او على اي ميناء، وهبدا ان انا اخد الغاز ده من الشبكه القوميه بعقد لمده 25 سنه مثلا، اخد منك الغاز وانت توفر لي الكميه دي، وابدا ان انا اخد الغاز ده اشتري منك، بيشتروا الغاز من جاسكو،
ويبداوا ان هم يحولوه ليكويد ويبداوا ان هم يصدروه. غالبا كان تصدير سيجاز كله كان بيروح ل يونيون فينوسا تقريبا في اسبانيا. طيب زي ما احنا شايفين هي دي البيك شيفنج، خد الغاز من الشبكه القوميه من ناتشرال جاز او ناشونال بايب جريد، خد الغاز عمل له تريتمنت، شال منه ال H2S وال CO2 والميه والزئبق، عمل كومبريشن وليكويفاكشن للغاز، عمل له ستورج اهو، وجه في الفصل اللي هو حاسس ان فيه استهلاك عالي جدا للغاز والشبكه مش قادره تلاحق كميه الاستهلاك من الغاز، عمل ريجازيفيكيشن للغاز ده وحقنه تاني في البايب لاين عشان الناس تستهلكه في وقت استهلاكه. خلينا نشوف الفيديو ده يا شباب، مهم جدا ان احنا نفهمه بس او نشوف ايه الحوار. معلش كان بس اعرف اشرح على ومش عارف الصوت اصلا ظاهر عندكم ولا لا. هو ده ال ان جي يا شباب ببساطه جدا، ال ان جي موجود في الشكل اللي حضرتك شايفه ده، شايف عمال بيغلي ازاي. الغليان اللي هو فيه دلوقتي ده ان هو بيمتص حراره من الجو، الليتنت هيت فابورايزيشن بتاعه بيمتص حراره من الجو المحيط بيه ويبدا ان هو يتبخر. شايف اللي بيحصل؟ بعد دقيقة مش هتلاقيه، هيختفي هيطير. ما بيعملش مشاكل لو وقع على الأرض، يعني مش هيعمل سبوت مثلا. يعني ده لو زيت، حضرتك لو رميت بقعة زيت على الأرض ما بتنشفش، مشكلة كبيرة جدا مع البيئة. لكن ال ان جي لو لا قدر الله حصل كارثة وتانك اتفجر في الأرض ولا أي مشكلة، هيفضل البيئة هتفضل نظيفة أهو. لو وقع في الميه وحصل مشكله والتانكر ده باظ في الميه، لو زيت هيعمل اويل سبوت كبيره جدا وانفايرمنتال ريجيوليشن فايوليشن وافلام. يعني ممكن شركه زي بريتش بتروليوم خسرت اللي وراها واللي قدامها بسبب بعض الحوادث اللي هم عملوها. لا، ال ان جي ده لو وقع في البحر بص كده حياه بحريه ولا اي حاجه، هيسيب حته تلج مكانه كده وخلصت. مش هينفجر زي لو انت عملت الحركه دي مثلا في تانك فيه زيت. الليكويد بتاعه ما بيولعش، لكن اللي بيولع هو الغاز بس، الغاز اللي طاير منه هو اللي بيولع، لكن انت لو حاولت تولع في الليكويد، الليكويد مش هيولع. نفس الاويل تماما. طيب عكس الاويل تماما في كل حاجه. الاويل لو وقع على الارض او على السويل هيعمل لي سويل كونتامينيشن وهيعمل لي مشكله، ال ان جي لا هيطير. لو وقع في الميه مش هيعمل اي بوليوشن، بل بالعكس الموضوع هيبقى بسيط جدا. لو حاولنا ان احنا نولعه الليكويد بتاعه ما بيولعش، الاويل هو اللي يولع بسهوله جدا، ولو لا قدر الله لو حصل حريق اويل ما بتطفيش بسهوله. لا، في ال ان جي خلاص جوع البتاع، اعمل ستارفيشن بس للفاير خلصت. الموضوع بيبقى سهل جدا يا شباب في ال ان جي، حاجه نظيفه جدا 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 في التعامل، في النقل، في التخزين، في السيفتي بريكوشنز، كل الحاجات دي الدنيا فيها سهله. طيب بنعمل مشروع ال ان جي ازاي؟ زي ما انت شايف كده بيبقى عندي دايما محطتين، محطه ليكويفاكشن. ليكويفاكشن بتبدا من عند الجاس فيد اللي ممكن ان انا اخده من بايب لاينز، اخده من ابار، اخده من ناشونال جريد، اعمل اكستراكشن للامبيوريتيز الموجوده في الغاز وخلي الغاز في اعلى درجات النقاء. يعني اي اتش 2 اس البايب لاينز ممكن تسمح بدرجات عاليه من الاتش 2 اس والسي او 2 والميه والكلام ده. لا، ال ان جي لا، انا لازم احول الغاز لانقى درجه ممكنه من التريتمنت او البروسيسنج.
بعد ما اعمل عمليه التريتمنت والتنظيف ده ادخله في مرحله الليكويفاكشن، الطبخ بقى، ان انا احوله من الغاز للسائل، هي دي التكنولوجي المعقده واللي بفلوس. بعدين هخزنه في تانكات ايزوثيرمال فيكسد روف تانكس. طيب بعد كده اعمل لودنج للتانكات دي، اعمل لودنج عن طريق ان انا ببني التانكات دي على البحر، وعن طريق جيتي وفيلنج سيستم او بامبنج سيستم اقدر ان انا املا التانكرز دي. التانكرز دي تمشي في الميه وتبدا انها تعمل ترانسبورتيشن للليكويد اللي معاها ده لحد المنطقه اللي فيها التيرمينال اللي هتبدا تشتري الغاز ده عشان انها تنقله او تستخدمه سوري. فهبدا ان انا اعمل انلودنج او اوفلودنج في تنكات، التنكات دي تدخل على وحدات ريجازيفيكيشن، سخانات بس كده، يعني حاجه كده تسخن الغاز ده او تسخن ال ان جي عشان يتحول لغاز ابدا ان انا استهلكه في الاستهلاك المحلي بتاعه. الكلينينج هي المرحله الاولى اللي هنبدا نتكلم عنها دلوقتي، اللي بيسموها في بعض الكتب البري تريتمنت. البري تريتمنت مختلف تماما عن الجاز بروسيسنج. البري تريتمنت هي المرحله الاولى اللي هيتم فيها نزع الشوائب المختلفه الموجوده في الغاز. المرحله الثانيه هي مرحله البروسيسنج او الليكوفاكشن، ودي اللي هيتم فيها التبريد الفظيع اللي هو ماينس 160 درجه. المرحله الاخيره هي مرحله الستورج والترانسبورتيشن. تمام، احنا لو لحقنا النهارده ان احنا نخلص الجزء بتاع البري تريتمنت فهيبقى كده احنا عملنا انجاز عظيم يعني. طيب اول مرحله في مرحله البيوريفيكيشن يا شباب هنتكلم فيها في كذا نقطه. النقطه الاولى هي الفيس سيبريشن، هفصل ووتر عن جاز عن اويل، انا عاوز اخد الغاز بس. طيب الغاز ده للاسف فيه امبيوريتيز كتيره جدا، فهدخله مرحله التريتمنت، هشيل منه الكوندنسيت، هشيل منه السي او 2، هشيل منه الميركري والاتش 2 اس، هشيل منه الميه اللي موجوده فيه عن طريق الديهايدريشن سيستم. طيب خلصنا كل الكلام ده، هبدا ان انا ادخله في مرحله الفراكشنيشن. انا كده شلت الشوائب الموجوده في الغاز، لكن ما زال عندي الغاز ده فيه ميثان، ميثان، بروبان، بيوتان، بنتان. طيب انا هعمل ال ان جي لمين فيهم؟ هعمل الكلام ده للميثين والايثين بس، مين اللي ميثين يعني. فالفراكشنيشن هشيل منها الفاليبل برودكت اللي سعرها غالي عن ال ان جي اصلا، زي البروبان والبيوتان دول غاليين جدا، زي الايثان، زي الهكتان والهبتان والهكسان والكلام ده، دي كلها مركبات غاليه. فهبدا ان انا اعمل فراكشنيشن عشان ان انا اقسم الغاز ده لمركبات اصغر. المرحله الاخيره هي ان انا هلكويد الميثين لوحده. طيب البروسيسنج اللي في الاول او عمليه تريتمنت اللي في الاول بتتضمن ان الغاز اللي جاي لي من الشبكه القوميه ده حتى بيبقى مازال فيه بعض الووتر، في بعض الهيدروكربون ليكويدز، في حاجات كتيره جدا لازم ان انا افصلها عن الغاز. فهدخل في مرحله البرايمري سيبريشن اللي الهدف الرئيسي منها هيكون هو فصل الليكويد المتجمع مع الغاز، وات ايفر ليكويد ده، جاز سوري ميه او كوندنسيت. وهاخد الكوندنسيت ده ادخله في مرحله ثانيه خالص، في مرحله الفراكشنيشن. طيب بعد كده في غازات حمضيه موجوده في الغاز زي الاتش 2 اس والسي او 2، بيعملوا كروجن وبيعملوا وتوكسيك للناس والانفايرمنت، وليهم مشاكل كتيره جدا، حاله اكسبوجر كهيومن اكسبوجر، فممكن يعملوا لي ان هم توكسيك جدا، فهيعملوا لي مشاكل مع الهيومن بينج. بالاضافه للمشكله بتاعتهم مع البايب لاين، ان الاتش 2 اس والسي او 2 دول لما بيتفاعلوا مع الميه بيدوني احماض اسيديك كومبوننت زي الاتش 2 اس او 4 والاتش 2 سي او 3، ودي مركبات بتاثر جدا في الميتال ستراكشر بتاع البايب لاين، فبتعمل لي كروجن عالي جدا، فلازم ان انا اشيلها. طيب في بخار ميه موجود في الغاز، بخار، انا الميه اللي في شكل ليكويد اتشالت في السيبريشن، لكن المية اللي في شكل بخار ما زالت متعلقة في الغاز، بتختلف بتزيد وتقل مع اختلاف درجات الحرارة والضغط بتاع الغاز. الليكويد كونتنت بتاع الناتشرال جاز بيتأثر جدا بالحرارة والضغط، الحرارة تزيد المية تزيد، الحرارة تقل المية تقل، مية في شكل بخار، انت متخيل؟ طيب فالديهايدريشن هي المرحلة اللي هيتم فيها فصل المية من الغاز، المية اللي في شكل بخار. بعد كده عندي الناتشرال جاز ليكويد اكستراكشن او الان جي ال ريكفري، وهو ان انا هفصل الهيفي كومبوننت او الكومبوننت الثقيله من الغاز زي الايثين والبروبين والبيوتين عشان اوديهم للفراكشنيشن يونت اللي هطلع منهم ايثين لوحده، البي جي لوحده، كوندنسيت لوحده.
طيب بعد ما عملت كل الكلام ده حضرتك هتبدأ في الوقت ده بتقرر لا اما هعمل LNG سوري LNG فوق لا اما هعمل بايب لاين وهبدأ ان انا ابيع الغاز في البايب لاين. طيب كولينج ستيج هتظهر دلوقتي حالا يا هندسة، ابشر ما تقلقش. طيب الفيس سيبريشن يا شباب ببساطة جدا احنا اتفقنا ان الطبيعة او الريزرفوار الموجود في الاويل في الريزرفوار اللي فيه اويل اند جاز نسب مختلفه شوائب مختلفه الطبيعه ما بتديش حاجه مثاليه ابدا يعني. فحضرتك وانس ان انت بدات ان انت تاخد الانتاج بتاعك من البير فبيبقى فيه ميه وفي اويل وفي جاز فبيبقى هدف اساسي عندك هو ان انت تخلص كل الكومبوننت دي من بعضها. طيب هنعتمد في عمليه الفصل ده او ان احنا نفصل الميه عن الزيت عن الغاز بمبدا فيزيائي عادي جدا وهو اسمه الجرافيتي سيتلينج او الجرافيتي سيبريشن الفصل عن طريق اختلاف الوزن الجزيئي بتاع كل واحده منهم. فعندي على سبيل المثال الغاز خفيف جدا فهتلاقي طالع دايما بيطير لفوق، الاويل اتقل شويه هتلاقي تحته، الووتر اتقل واتقل، السولت ووتر سوري دي مش فريش ووتر ده سولت ووتر المفروض بتبقى اتقل واتقل، واخيرا السوليدز اللي بتكون موجوده تحت. طيب لما حضرتك بتبدا ان انت تديهم فرصه او ريتينشن تايم بيبدا الامولشن او الخليط اللي ما بين الاويل والووتر ده يبدا ان هو يتفك او يتحل لوحده بالجرافيتي سيتلينج ويبدا ان هو يتفصل ويديني لاير لاير فيزز. لاير فيزز يعني ايه؟ يعني يخلي لي الليكويد لوحده الاويل لوحده والووتر لوحده والجاز لوحده زي ما انت شايف كده البابلز اللي دايبه جوه بعضها دي بتبقى كل واحده تبدا انها تسيب المكان اللي فيه. الكلام ده بيتم جوه equipment او pressure vessels بنسميها الجاس بريتور. طبعا احنا مش هنقدر ان احنا نشرح كل حاجه من دول بتفاصيل، سبريتور ده كورس لوحده اصلا يعني، في كورس بعد يومين تقريبا مع اس بي اي العراق بيتكلم في الفيس سبريشن بس هنتكلم يومين كاملين عن سبريتور وانواعه والتفاصيل بتاعته والانترنال كومبوننت والكلام ده. الديهايدريشن نفس الفكره، فعشان كده انا قلت لك ان في بري ريكويزيتس للكورس لكن احنا هنمشي على كل واحد منهم نحاول ان احنا نتكلم فيه باسرع ما يمكن. اللي بيحصل ببساطة جدا في الفيس سبريشن هو ان احنا عندنا سبريتور، سبريتور ده المفروض ان هو بياخد الستريم اللي جاي من الابار اللي هو المالتي فيز بقى اللي بنسميه المالتي فيز فلو اللي جاي من الابار، دخلت سبريتور يبدأ في الوقت ده يحصل جرافيتي سيتلينج. التقيل هينزل لتحت الاخف هيكون موجود فوق، هبدأ ان انا اخد طبقة المية اللي اتجمعت تحت دي من ووتر اوتلت، هبدا اخد الليكويد الخفيف اللي هو الاويل ابدا يعدي كده من على ويل كده واخده من السكند كومبارتمنت، واخيرا الغاز اللي طار بقى من كل الكلام ده يطير ويطلع من فوق اخد منه الجاز. تعال نشوف اللي بيحصل بالظبط هنا. اللي هيحصل بكل بساطه ان الغاز هيدخل يخبط في انترنال دايفرتر موجود جوه سبريتور بيعمل تشينج في المومنتوم تشينج في الدايركشن بتاع الفلو بيغير السبيد بتاع الفلو فيبدا ان الفلو ده ينفصل. نتيجه الانفصال يبدا ان هو عارف بنعمل رذاذ كده او بنكسر الطاقه اللي موجوده في الفلو ده، جزء بينزل لتحت جزء بيطلع لفوق، التقيل نزل لتحت اهو هيفضل ماشي لحد ما اخده هنا من الكنترول سيستم بتاع الووتر اوتلت، الليكويد الخفيف اللي هو الكوندنسيت او الهيدروكربون بيعدي من على اوفر فلو وير ويل كده موجوده جوه الفلو يعدي الناحيه الثانيه وابدا ان انا اسحبه عن طريق ليفل كنترول سيستم خاص بالاويل اوتلت. الغاز هيبدا ان هو يعدي قبل ما يطلع يعديه على مصفى صغيره كده بنسميها الميست اليمينيتور او الديمستر او المش اكستراكتور، يبدا ان هو يعدي كده من عليها لو في اي ليكويد يقع تاني والغاز يعمل سيجريجيشن ويطير من فوق. في اشكال مختلفه من السبريتور، عندي منه الفيرتيكال وعندي منه الهوريزونتال وعندي منه السلاك كاتشر وعندي منه السكرابر، كل دي مسميات مختلفه للسبريتور. لكن في كل الاحوال السبريتور هو عباره عن بريشر فيسلز مسؤول عن انها تعمل جرافيتي سيتلينج لاكثر من فيز وتبدا انها تفصلهم عن بعض بمبدا فيزيائي تماما، ما بتعملش اي حاجه اكتر من انها بتسمح للفلويدز دي انها تفضل مع بعضها لفتره طويله شويه، فنتيجة الفترة دي انها تبدأ تعمل سيتلينج. طيب المرحلة التانية اللي بتتم عشان انا اعمل تريتمنت للغاز هي مرحلة الميركري ريموفال.
الميركري ريموفال يا شباب ببساطة جدا هي الميركري ده موجود في الغاز الطبيعي بشكل مش كبير، مش دايما موجود، لكن الميركري عموما أو الزئبق هو المعدن الوحيد السائل اللي في درجات الحرارة العادية بيبقى سائل. طيب، أو الفلز الوحيد، بلاش كلمة معدن دي، هو الفلز الوحيد اللي بيكون سائل في درجات الحرارة العادية، وبيبقى موجود في الأويل أند جاز ريزرفوارز بتركيزات مختلفة. لكن لو التركيز بتاعه زاد عن 0.01 ملي جرام لكل متر من الغاز لازم ان هو يتشال. طيب، الميركري هاي توكسيك، سام جدا 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 جدا، من اكتر المواد السميه الموجوده في الطبيعه. طيب، المشكله الاكبر بقى مش موضوع السم، يعني هو موضوع انه توكسيك ده اوكي هو مشكله، لكن هو مش ده الازمه الكبيره. الازمه الكبيره في الاندستري هو ان الميركري بيعمل مشكله كبيره جدا مع الالومنيوم. العدو الرئيسي ليه في حياته هو الالومنيوم، وانس ان هو لقى سبيكه من الالومنيوم فبيبدا يتفاعل معاها ويعمل لي حاجه اسمها الالجاميشن، امالجاميشن. الامالجاميشن ده هو تفاعل كيميائي بيتم ما بين الزئبق وما بين الامالجم. بالظبط، الامالجم زي ما حضرتك هتشوف بعد دقيقه كده، هو تفاعل بيتم ما بين الزئبق وما بين الالومنيوم، والالومنيوم ده موجود عندنا في كل الاندستري بتاعتنا بقوه. يعني هتلاقي عندنا الالومنيوم ده مصنوع منه كل المبيدلات الحراريه، مصنوع منه مبيدلات كتيره جدا موجوده في الاندستري. بص كده دلوقتي، ده سبيكه من الالومنيوم، وده معلش كده خلينا بس نقلل. بص كده اللي هيحصل بعد دقيقه، ده زئبق وده الومنيوم. بص كده حضرتك دلوقتي على سبيكة الألومنيوم بقت عاملة ازاي؟ طفي سجارة. حضرتك متخيل دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ التفاعل ده لما يحصل في مبادل حراري مصنوع من الألومنيوم كده هيحصل انفجار قوي جدا، او هيدمر لي المبادلات الحراريه، فبالتالي لازم ان انا ادور على طريقه انزع بيها الزئبق مهما كان تركيزه قليل، لكن مع التايم ومع الوقت فهيبدا ان هو يجمع كميه كبيره من الزئبق ويسبب لي في الامالجاميشن اللي ممكن يحصل للالومنيوم. طيب، بيعملوا ايه عشان هم يفصلوه؟ بيعدوا الغاز على سبريتور، وبعد ما يفصل الليكويد ياخد الغاز التراي ده يبدا ان هو يدخله على بيد او طبقه من الامبريجنيتد سيلفر سلفر. السلفر او الكبريت بيتفاعل مع الزئبق ويديني اكسيد الكبريت بتاع الزئبق، وده ماده حضرتك اقدر ان انا افصلها بسهوله من غير اي مشاكل. ساعات بيفعلوه مع الميتال كوبر اوكسايدز اند سلفايدز، ساعات بيفعلوه مع الموليكولار سيف، بيعدوه على موليكولار سيف، فالموليكولار سيف اللي بيبقى عليه سيلفر يبدأ ان هو يمتصه. المهم في النهايه بيعمل تفاعل ادزوربشن عشان ان هو يعمل ادمصاص او امتصاص للزئبق الانتريند مع الغاز. طيب، كل دوله من الدول او كل منطقه بتبدا انها تحدد الميركري كونسنتريشن الاكسبتابل اللي ممكن يمشي في البايب لاين. فاوروبا ليها رقم وامريكا ليها، لكن كل دوله في النهايه بتبدا انها توافق على الموست اكسبتابل رينج اوف ميركري اللي يكون موجود في الغاز عشان حضرتك تقدر ان انت تستخدمه. وبيبقى شكل البدات زي ما انت شايف كده، حاجه ضخمه جدا حسب كميه الفلول اللي هتمشي عليها، وكل فتره بنبدا نعمل ريجنريشن تاني للبدات او نغير البد اللي جوه دي. بيبقى دايما واحد في الخدمه وواحد ستاند باي،
اللي في الخدمه دايما هو اللي شغال، والستاند باي ده مستني لما الاولاني يبقى خلاص ساتوريتد ابدا ان انا ادخل التاني في الخدمه، وهكذا تبدا العمليه زي ما حضرتك شايف. في محطات فيها ميركري، في حادثه كبيره جدا مشهوره اسمها اسكيكدا، دي حصلت في الجزائر تقريبا 97 او حاجه كده، حضرتك ممكن تقرا عنها. كان برضو من ضمن مشاكلها لقوها هي الزئبق اللي كان موجود في الغاز واللي ما كانش حد بيعمله تريتمنت. عندنا في مصر على ما اعتقد شركه خالده عندها تريسز عاليه من الزئبق وبيعملوا لها تريتمنت، لكن زي ما اتفقنا هي الزئبق هو حاجه كده كل فتره فين وفين لما تشوفه يعني، لكن في ال ان جي لازم تشوفه جدا، لان احنا عندنا معظم الاكويبمنت بتاعتنا مصنوعه من الالومنيوم. طيب مفيش حد عنده اي حاجه او اي سؤال حابب ان هو يشارك بيه الاول؟ احنا معانا لسه 10 دقايق او اقل. طيب خلينا نخلص الديهايدريشن على الاقل النهارده، وبكره هيبقى معانا السويتنينج والال ان جي والناتشرال جاز ليكويد ريكفري، واخيرا الليكويفاكشن تكنولوجي. الديهايدريشن ببساطه جدا زي ما اتفقنا يا شباب، انا عندي غاز، الغاز ده مشبع بالميه، في كميات عاليه من الميه موجوده مع الغاز. الميه دي بتعمل لي مشاكل كتيره جدا، اقلها وابسطها ان الميه حضرتك عارف انها بتتجمد عند زيرو سليزيوس، صح؟ طب لو انا عندي غاز هدخل ابرده الماينس 170 او 160، فمتخيل ايه اللي هيحصل للميه اللي موجوده فيه ده؟ لما اول ما هنوصل عند زيرو الميه بقت تلج. طب التلج ده لما يمشي جوه بايب لاين هيعمل فيه ايه؟ اكيد هيعمل مشاكل كتيره جدا، منها ببساطه جدا هيتحول لسوليدز، والسوليدز دي هتعمل لي بلاجنج للبايب لاين وهتعمل لي مشاكل. تاني حاجه الغاز ده طول ما فيه ميه مع غاز مع ميه ليكويد مع غاز ميثين وايثين وبروبين اوكي، وعندي هاي بريشر ولو تمبريتشر، الغاز بيعمل لي حاجه اسمها الهيدريت، نوع من انواع التلج اللي بيتجمد او الكريستالات اللي بتتجمد جوه البايب لاين، واللي بتسبب لي مشكله كبيره جدا جدا. الماتيريال تمام، الماتيريال حاضر، الاكتيفيتد كربون، اكتيفيتد كربون ازاي؟ لا لان هم يستخدموا يعني طبعا الاكتيفيتد كربون من الحاجات اللي بتستخدم في عمليه امتصاص الزئبق، بس طبعا مش بقوه المولكيولار سيف ولا بقوه عارف اللي ما معهوش فلوس هو اللي هيجيب الاكتيفيتد كربون طبعا، لكن في الطبيعي احنا بنستخدم حاجات اقوى شويه، يعني حاجات تقدر انها تعمل ادمصاص اقوى لل يعني السيلفر السلفر، دي كلها مركبات تقدر انها تمتز الزئبق لان الزئبق ما بيلعبش، فاللي هو مش هتسترخص فيه. فالديهايدريشن هو ان انا هشيل الميه اللي ممكن تسبب لي مشاكل في البايب لاينز دي عن طريق الهيدريت، بيكون نتيجه وجود الووتر فيبر ولا اعوذ بالله. طيب يرحمكم الله الاول، ثانيا الووتر فيبر هو ما بيعملش هيدريت ابدا، دايما الهيدريت محتاج فري ليكويد ووتر، ووتر في شكل ليكويد، وده حضرتك هتوصل له، هتوصل له لو انت بتبرد غاز او بتغير بريشر وتمبريتشر على غاز او على بخار، البخار ده هيتحول لليكويد بسهوله. لكن حلو جدا هو فري ووتر فعلا. الفري ووتر هو اللي يعمل هيدريت. الهيدريت على فكره ما بيتكونش كده جزافا، يعني مش اي حد يقول لك في هيدريت في الخط، ده سيبك منه خالص، يعني ده حد كده لسه جديد في الناتشرال جاز. طيب الهيدريت عشان يتكون خلينا نعمل، بص يا باشا الهيدريت ده ببساطه جدا لازم الظروف اللي انا قلتها لك دي وبنفس الترتيب. اول حاجه فري ليكويد ووتر مش فيبر، الفيبر ما يعملش هيدريت. تاني حاجه لايت هيدروكربون. يعني ايه لايت هيدروكربون؟ يعني سي 1 سي 2 سي 3، اكتر من كده ما تتخيلش ان هيحصل هيدريت. هاي بريشر low temperature. حلو الكلام ده؟ اي واحده من دول ما ينفعش انها تتغير، الميه لو في شكل بخار مش هيحصل هيدريت. لو عندي سي 5 وسي 6 وسي 7 مش هيحصل هيدريت. لو عندي الضغط مش عالي جدا اكتر تقريبا من 25 بار على ما اتخيل، يعني ان في رول اوف سام بتقول الكلام ده. وحراره لو مش اقل من، ممكن الهيدريت يتكون عند 25 سيلسيوس عادي جدا. تمام؟ فدي ظروف تكوين الهيدريت، اوعى حد يقول لك غيرها، هي دي اللي لازم الهيدريت مش هيتكون غير في الظروف دي.
وزي ما قلت لك الهيدريت هتلاقيه في النهايه هو ميه مع لايت هيدروكربون فلوتين بريشر وهاي بريشر، يبدا ان هو يكون لك الشكل بتاع الكريستالات اللي حضرتك شايفها دي. بلو اتس دو بوينت، تمام، اقل من الدو بوينت. ما كلمه اقل دي هندسه يعني بتروح ناحيه الشمال، يعني بتبرد. بلو اتس دو بوينت، يعني دايما الغاز يحصل له هيدريت لو هو اقل من الدو بوينت تمبريتشر بتاعته. حضرتك خليني اوريك حاجه بقى، طالما انت وصلت للحته اللي بيسالوها في الانترفيو ده كتعقيد. بص يا هندسه، انا دلوقتي لو جيت ارسم الديو بوينت كيرف بتاع الغاز، انا المنطقه دي المفروض انها منطقه الهايدريت النو هايدريت. المنطقه دي هيحصل فيها هايدريت. طيب الخط ده هو خط الديو بوينت. حضرتك كل ما بتدخل كده المفروض ان انت درجه الحراره بتنخفض اكتر. كل ما بتدخل كده يعني هنا مثلا 25، هنا 20، هنا 15، هنا 5، هنا ماينس 5. فحضرتك كل ما بتدخل جوه الكيرف ده بتعدي هنا، وان عديت هنا يبقى انت دخلت بلو الهيدروكربون ديو بوينت. انت هنا اعلى من الديو بوينت، هنا انت اقل من الديو بوينت. فطول ما انت اعلى من الديو بوينت فانت كده في الامان. نزلت بلو ديو بوينت انت كده دخلت الهيدريت فورميشن هنا، تمام. طيب زي ما حضرتك هتشوف كده في الصوره دي هتلاقي كميه الهيدريت او شكل الهيدريت مختلف جدا، وبتلاقي الموضوع فيه يعني اشكال بتتكون بنشوفها في الفيلد. اوعى تشوف فالف كده من بره متلج وتقول عليه هيدريت، عيب. مش مهندس ابدا، مش مهندس ناتشرال جاز اللي يفكر في حاجه زي دي. الهيدريت ده كومبوننت موجود جوه الخط. التبريد اللي حوالين الخط ده او ان الخط من بره او الفالف متلج، ده مش معناه ان هيدريت. ده ببساطه جدا معناه ان في بخار ميه موجود في الجو تلج نتيجه ان هو اتعرض لدرجه حراره منخفضه جدا، نتيجه ان هو لامس بايب بارده او متلجه. لكن الهيدريت ده حاجه بتتكون جوه الخط، حضرتك مش هتشوفها بعينك. هتشوفها امتى؟ لما توقف الخط وتعزله وتحاول انت تعمله كليننج زي ما الناس دي بتعمل. طيب يعني فري ووتر يعمل هيدريت انما الووتر فيبر يعمل ايس؟ لا انت كده عقدتني، معلش. الفري ووتر بيعمل هيدريت، الووتر فيبر ولا هيعمل هاي ايس ولا هيعمل اي حاجه. مش هيعمل اي حاجه لحد ما يتحول لليكويد. يتحول الاول لليكويد بعد كده يعمل هيدريت. يعني عندي بخار ميه هندسه ماشي مع الغاز، لو حضرتك برلطت الغاز ده شويه الووتر فيبر ده هيتلكويد، هيتحول لسائل. الميه هتبدا تتجمع وتتكثف وتعمل لي ليكويد. الليكويد ده في الوقت ده هيعمل لي هيدريت. لكن لو جبنا بخار ميه وحطيته مع ميثين ورفعت الضغط وقللت الحراره ولا هيحصل اي حاجه. اللي في الاول هيحصل ان الميه تحصل لها كوندنسيشن، بعد الكوندنسيشن يعمل الهيدريت. وزي ما قلت لك اهو تقريبا حوالي 20 بار واقل من 20 سيليزيوس، والميه بتكون حوالي 90% في المركب بتاع الهيدريت ده، وبيبقى معاه حوالي 10% من الميثين، والميه بتبقى محوطه الغاز كده زي ما انت شايف. جزيء الغاز بيبقى محبوس كده جوه كيج بنسميه الجيست موليكيول، بيبقى محبوس جوه الهوست موليكيولز اللي هو الميه اللي بتبقى محوطاه من كل ناحيه. فبناء على كده لازم ان انا اعمل عمليه تريتمنت للميه الموجوده. انا بعمل ديهايدريشن عشان ان انا امتص الميه اللي موجوده في الغاز. اي ميه في شكل ليكويد او في شكل بخار انا همتصها من الغاز. عشان ايه؟ عشان حضرتك انا هعمل ليكويفاكشن دلوقتي وهبرد لماينس 160، فالبخار بتاع الميه هيتكثف ويبقى ليكويد ووتر، وبعد شويه يعمل لي هيدريت او ايس، تمام. فعشان ما يعمليش بلاجنج في البايب لاينز لازم ان انا اشيل الميه دي عن طريق الديهايدريشن. الديهايدريشن لها طرق كتيره جدا يا شباب، منها الابزوربشن الموست كومون، هستخدم ليكويد زي المونو ايثيلين جلايكول او الداي ايثيلين جلايكول او تراي ايثيلين جلايكول، ودي عيله مشهوره، عيله في الكيمياء كده مشهوره، اهلا وسهلا، مشهوره بانها تقدر انها تنتزع الميه او شرهه في امتصاص الميه. فعشان كده اول ما المج ده او الدج او التج او الترج يشوفوا الميه بيروحوا يهجموا عليها ويحولوا الميه لمركب جديد، له ميه وله جلايكول. الميه لو بتتجمد عند زيرو سليزيوس، لا، لما احقن معاها جلايكول الجلايكول هيقول لها لا انت خصائصك كلها هتتغير، خلاص انت اتجوزتي دلوقتي، فانسي تماما ان
ال يعني حالتك قبل ما ترتبطي بالمج غير حالتك بعد ما ارتبطتي بالمج. قبل المج كنت بتتجمدي يا ميه عند زيرو، لا دلوقتي هتتجمدي عند ماينس 40 ماينس 50 ماينس 35، فالميه تفضل ليكويد. لو حضرتك حطيت جلايكول على ميه وحطيتها في الفريزر ماينس 15 مش هيعمل لها حاجه. فهي دي الفكره. الحاله الثانيه ان احنا بنعمل ديهايدريشن عن طريق الادزوربشن. ادزوربشن يعني ايه؟ يعني ان انا همرر الغاز على سوليد بيد من الكالسيوم كلورايد او النيكولار سيف او السيليكا جيل او الالومينا، دي كلها مركبات كده بالظبط زي اللي حضرتك الكيس الصغير اللي انت بتلاقيه في الشوزات الجديده او في الملابس الجديده، بيبقى فيها كيس صغير كده مكتوب عليه سيليكا جيل وفي حاجه شبه الملح، دي بتبقى سيليكا جيل مسؤوله عن انها تمتص الميه او الرطوبه اللي موجوده في الجو حوالين الحاجات دي عشان ما تبص. طيب اخيرا الكوندنسيشن هو ان انا بعمل ريفريجريشن للغاز عشان اظبط الديو بوينت بتاعته، اعديه على تيربو اكسباندر، اعديه على جي تي فالف، ادخله على بروبان شيلر او امونيا، المهم ان انا اعمل له ميكانيكال ريفريجريشن وات ايفر الميكانيزم، لكن في النهايه انا بعمل لورنج للهيدروكربون ديو بوينت، بنزل الديو بوينت بتاعت الغاز. فبالتالي الغاز مهما يبرد بعد كده او يلامس جسم بارد فبرضه ما يبقاش في ليكويد، لان انا بمتص كميه الليكويد اللي موجوده في الغاز كلها عن درجات حراره منخفضه جدا. اخيرا الانهبيشن. الانهبيشن هو ان انا بحقن جلايكول او ميثانول جوه الخط اللي فيه غاز عشان ان انا اغير خصائص الغاز دي، فالغاز ما يحصلوش اي مشكله. احنا عامه بكره ان شاء الله هنكمل عمليه الديهايدريشن والسويتنينج عشان احنا كده عدينا او كلمنا كتير، فاكيد انا هضعتكم معاكم. احنا كده 5 دقائق، لو في حد عنده اي سؤال او حابب ان هو يسال عن حاجه فمور ذان ويلكم. طيب هو كده الاتندنس موجود لو الناس حابه انها تعمل اتندنس، لو في اي سؤال ولا اي حاجه وحضراتكم حابين تسالوا فتمام. في سي جاز في الماين كرو، المين كرايوجينيك، المين كرايوجينيك بيستخدموا ال بي جي عشان يبرد الناتشرال جاز اللي اتعمل له تريتمنت، لكن فشل في الديزاين. ده ممكن يكون بسبب ايه؟ يعني ايه فشل في الديزاين يا هندسه؟ انا على فكره سي جاز فاهمها كويس جدا. يعني المين كرايوجينيك هيت اكسشنجر هو طريقه بيعتمد فيها على انه يعمل تبريد باكتر من حاجه وعلى اكتر من مرحله. ال بي جي بيعمل تبريد في الاول كده ينزل درجه حراره الغاز لاراوند الماينس 30 ماينس 40، بعد كده يبدا ان هو يدخل بالميكسد ريفريجرنت عشان ان هو يبرد من ماينس 40 مثلا يوصلها لحد ماينس 100، وبعد كده في الاخر بيعمل عمليه تبريد بالميثين نفسه عشان يوصل من ماينس 100 لماينس 160 جوه المبادل. فمش فاهم انا يعني ايه. طيب هجاوب حضرتك حالا يا هندسه، مش فاهم يعني ايه فشل في الديزاين. معلش لو حابب ان انت تناقشني في الموضوع ده بعد شويه، ف ده الواتس بتاعي اهو، ممكن واصل تفهمني بس معلش يعني ايه فشل في الديزاين نناقش الموضوع ده. طيب ايه الفرق ما بين الديهايدريشن؟ خلاص انا في انتظارك لو انت حابب نناقش الموضوع ده فتمام جدا. يعني الفرق ما بين الديهايدريشن والجلايكول والميثانول. الديهايدريشن هي العمليه الاساسيه اللي بنعمل فيها نزع للميه. الديهايدريشن دي 50 طريقه، منها الابزوربشن والادزوربشن والكوندنسيشن والانهبشن. طيب الطرق اللي فاتت كلها هو ان احنا بنشيل الميه من الغاز، يعني ابزوربشن بيمتص الميه من الغاز، ادزوربشن بمتص الميه من الغاز، كاني حطيت سفنجه جوه الغاز عشان انها تفصل الميه اللي موجوده في الغاز. لكن الميثانول والجلايكول هي طريقه بنسميها الانهبيشن، هضخ جلايكول وميثانول او ميثانول جوه الغاز بهدف انهم يعملوا لي يحولوا لي خصائص الميه، يخلوا لي الميه ما تحصل لهاش ما تحولش الهيدريت. يعني بخلي الميه موجوده مع الغاز بس الميه مش هتتجمد لانها ما عادتش ميه، بقت ميه بميثانول او ميه بجلايكول. فطبعا في الوقت ده خلاص الخصائص الفيزيائيه بتاعت الميه اتغيرت، ما عادتش هتعمل هيدريت، ما عادتش هتعمل كروجن، ما عادتش هتسبب لي مشاكل للميه في البيور بتعملها. تمام، في اي سؤال تاني يا شباب؟ عموما ان شاء الله لو في اي اسئله عندكم فبكره ان شاء الله احنا لسه معانا سيشن.
خلوا الأسئلة جاهزة معاكم، وإن شاء الله نتواصل مع بعض بكرة بإذن الله، ونشوفكم على خير. يا رب الدنيا النهاردة تكون كانت كلير، وإن شاء الله بكرة هنكمل في السويتنينج والناتشرال جاز ليكويد ريكفري، وأخيرا الليكوفاكشن تكنولوجي إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جدا، وسلام عليكم. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس على السيشن الرائعة دي، حقيقة كانت مليئة بالمعلومات جدا جدا جدا. شكرا جدا لحضرتك الله يكرمك هندسة، وفي انتظار حضرتك بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.